سهل بالمناسبة حفر زي ما قلت لك يا ياسين. يعني زمان أنا عاجبني في بتناقش مع مجموعة كده عندنا أمور فلسفية كده، فإنه عرفنا إنه الموسيقى والغنى هي بتأرخ أو بتحفظ بتأرخ للأحداث في حياتنا. لما تسمع موسيقى فلان تتذكر الجامعة، تسمع موسيقى الأطفال تتذكر لما كنت كده. نعم فحسي أنت عملت نفس الفكرة، إنك أنت يعني أرخت للذاكرة بتاعتنا بالأحداث وبالناس وبالذكريات وبالكلام الجميل، والسوشيال ميديا سهلت يا أخي. تمام. يلا يا جماعة، نحن خلاص اونلاين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خميس جديد وأمسية جديدة من أمسيات ونس على دروب النجاح. البرنامج الشيق الجميل الممتع كلنا نحن مستمتعين به. استضفنا فيه ما شاء الله يعني ناس خبراء، من بروف الصادق، بروف سعاد بدري، هاشم، الدكتور هاشم وباش مهندس هاشم. بعد ذاك جينا لأستاذ سالي للعطا، بعد ذاك بروف علام، أستاذ هيثم الكاشف. يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله، يعني بعد ذاك بروف نمر، ما شاء الله، يعني كانت حلقة متميزة جدا جدا. بروف عامر دين، يعني دي كلها يا جماعة الأسماء دي، يعني نحن أنا شخصيا والله استفدت منهم استفاده ما عاديه، وانا متاكد انه كنت برضو يعني استفدت منه، اللي هو في الحته بتاعت التحفيز، والحته بتاعت انه الناس ديل يعني نجحوا بعد معاناه. يعني كلنا احنا شفنا كلنا يعني معاناه كده ما عاديه، يعني ما تتخيل انه الناس ديل والله لقوا الدرب ممهد ونجحوا، لا ابدا، هم لو ما تعبوا ما كانوا يصلوا للمرحله دي. تمام. وانا طبعا من يعني يقيني التام انه الأم مدرسة، إذا أعددت شعبا طيب العراقي، زي ما نحن اتفقنا. وبرضه يعني إنه المرأة المتعلمة طبعا خير من المرأة الغير متعلمة بكل الأحوال. تمام. لأن في النهاية المرأة دي هي أو الأنثى هي أساس الحياة يعني. تمام. فعشان كذا الليلة يا جماعة، الليلة إن شاء الله هنستضيف شخصية متميزة جدا جدا، شخصية يعني ما شاء الله عبرت في الشغل بتاعها. بدأت من هي صغيرة طالبة في جامعة الخرطوم، بعد ذلك مشت لجامعة الأحفاد، خلصت الجامعة بتاعتها، اشتغلت في السودان في مشاريع التنمية، مع اشتغلت محاضرة أول حاجة في جامعة الأحفاد، بعد ذلك مشت لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بعد ذلك اشتغلت في أفريقيا. وما شاء الله يعني انا لما قريت السي في بتاعته وفتشت لها في الانترنت، يعني حاجه بهجه يعني، وحاجه ترفع الراس يعني. طبعا هي بعد شيء حتقول لنا الكلام ده كله يعني، لكن بس انا حبيت انه اديكم عنا نبذه صغيره. استاذه مي علي، مرحبا بك. السلام عليكم، مساء الخير يا ناس السودان، ومساء الخير في كل حتة بتسمعونا. أنا سعيدة جدا الليلة إنه أكون معاكم، وسعيدة إنه أتكلم معاكم عن تجربتي البسيطة بحاول فيها إنه يعني أوريكم مريت بشنو في حياتي، وقدرت أنجز شنو، ونجحت في شنو، فشلت في شنو، وكيف وصلت لأنا فيه وهسي، وكيف إحنا ممكن نستفيد، وده أهم حاجة في الموضوع ده كله. فأنا شكرا جزيلا للمبادرة، وشكرا جزيلا لاستضافتي الليلة. فأنا مي علي بابكر، سودانية 100%، زي ما أنا بحب أنادي نفسي إنه أنا أم وزوجة وبنت وأخت وخالة وعمة لشباب كتير إن شاء الله هيجيبوا مستقبل جميل للبلد. فأنا من أم درمان أما وأبا، ما بحب اتكلم عن القبائل، وما بحب اتكلم عن انه احنا من وين، ولا احنا بناغلة، ولا احنا سودانيين. وام درمان هي دليل كبير لانه السودان ده هو تلاقح كل الناس دي مع بعض. فانا من ام درمان، درست كل مراحلي في ام درمان، درست الابتدائي في ابروف الابتدائية الف، لان با كانوا ما بحبوهم الناس، كانوا الف دي شايفينهم شطار. فدرست في ابروف الابتدائية الف، وبعدين في أم درمان الأميرية، وبعدين في التدريب الثانوية، فكلها مدارس حكومية وكلها مدارس في أم درمان. نعم. أنا البنت الأصغر في البيت لسبعة أخوان، كلنا سبعة يعني أخوان وأخوات، وأنا أصغر واحدة فيهم. أبوي الله يرحمه كان شخصية عصامية بدأت نفسها من الصفر،
زول بدا كمدرس وناظر في مدرسة، وفي نفس الوقت كان بيقرا بالمسا عشان يقرا جامعة، وبعدين اتدرج في حياته من وظيفة صغيرة لموظف في وزارة التربية والتعليم، لملحق ثقافي في السفارة، ل يعني مدير في الآخر، مدير مساعد في منظمة في تابعة لجامعة الدول العربية. فهو مشى من الصفر، وشفناه قدامنا هو كيف بيتدرج من حاجة للتاني. فهو المثل اللي شفناه لزور العصامي اللي بيبني نفسه بنفسه. نعم وأمي ربنا يخليها ويديها العافية، سيدة عظيمة ربتنا، وشفناها قدامنا كمثال للمرأة اللي هي بتهتم بأولادها وبأسرتها وبزوجها، وهي يعني هي مدرسة كمعلمة يعني، وبعدين هي كيف كانت أم بتهتم بكل زول في البيت وكل أفراد الأسرة والإكستندد فاميلي الأكبر، يعني وشفناها قدامنا كمثل لأنه زول ممكن يعتمد على نفسه. فليلة الاثنين اللي كانوا قدامي اللي ادوني مثل لأنه كيف الزول في حياته لازم يعتمد على نفسه ويقدر يمشي خطوة خطوة يصل للحاجة اللي هو عايزها، فدي أهم نعم حاجة. نعم بس وبعدها قمت جيت درست الجامعة. قبل ما ابتدي بجامعة الخرطوم إذا كان قبل ما تمشي لنا للجامعة اسمعي، ما يعني ما 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 أم درماندي تفضلي. طبعا، أم درماندي يعني أم درمان طبعا الجمال، أم درمان الفن، أم درمان يعني هي السودان مصغر طبعا. فكده قبل ما نمشي تكلم لنا عن المدارس في السودان شكلها كان كيف في أم درمان بالذات، والأداء بتاع المعلمين وأداء الطلاب يعني في الوقت ذاك يعني. أم درمان طبعا يعني أنا ما حتكلم عليها زي ما قلت تاني، لأنه يعني الحب كله أم درمان وناس أم درمان، الناس المختلفين، ومحل ما نمشي بنبتدي بأنه إحنا ناس أم درمان. فالصفات ما عنصرية ولا تحيز، لكن فعلا هي بس نموذج للتعايش السلمي بين الناس المختلفين، وإنه كيف أنت بتقبل الآخر. وأفتكر ده أول درس أنت بتتعلمه يعني كونك من ام درمان، انك بتقبل الناس التانيين، بتقبل جايين من وين، بيتكلموا وكيف بيلبسوا وشنو، كل الحاجات دي. نيجي للمدارس. طبعا المدارس الحكوميه اللي هي انت بتكون فيها كل الناس مع بعض، ودي برضو يعني ميزه ما سهله، يعني انا بفتكر انها شكلت يعني الناس اللي كانوا في زمننا. انا طبعا من مواليد السبعينات، يعني هسه انا امراه اربعينيه، فاحنا في الجيل حقنا ده كانت فتره جميله جدا جدا، انك انت بتكون قاعد جنبك بيت الفراشه، جنبك بيت زول مثلا في وظيفه حكوميه، بالدكتور، كل الناس دي مع بعض بتقرا مع بعض وبتتصاحب وبتطلع مع بعض وكل الحاجات دي. فدي كانت حاجه جميله جدا واستمتعنا بيها. المدرسين كانوا لذيذين ومخلصين، وتحس ان المدرس ده يعني ابوك ولا امك، ما بتحس بانه في علاقه المدرس، فبتمشي وبتتكلم معاه وبيهتم بيك لما انت تكون مميز وكده. فدي كانت التجربه حقت بالذات بالنسبه للابتدائي وبالنسبه للثانوي العام. طيب احنا قرينا ثانوي عام وثانوي عالي، فالثانوي العام ده اللي هي المرحله اللي انت بتبتدي فيها كده تكون ملخبط وما عارف انت مع الصغار ولا مع الكبار، وبتحاول تشكل يعني لنفسك حبه شخصيه، فبتتشيطن شويه وتعني بتقوم ترجع تاني في الطريق الصح وكده. لكن هي مراحل كانت جميله انا تبيها. اجمل حاجه كان انه احنا بنمشي كل الحاجات دي برجلينا، يعني انت بتمشي، احنا ساكنين في ابروك، انت بتمشي المدرسه الثانويه برجلينك، وبتمشي المدرسه المتوسطه برجلينك، اللي هي مشوار اللي هو من ابروف لحد دي الاميريه، دي جنب سجن ام درمان لو الناس اللي بيعرفوا المنطقه. نعم والتدريب كذلك، فهو ده مشوار جامد انت بتمشيه، واسي الناس بتكلموا على الووكينج والهيلثي ووكينج والكلام زي كده، انه ذيس از يعني حاجه كنا بنعملها لما كنا في العمر ده. افتكر دي الحياه الاساسيه. يعني المدارس طبعا كان من الوقت ده عندها مشاكل المباني، وعندها مشاكل الاساتذه، ما كانوا اساتذه اكفاء باللغه العربيه الفصحى، ما اكفاء اكفاء، لكن بس ممكن يكون انه الوقت ده ما في الكتب كفايه، او ما في يعني حاجات كفايه يعني مساعدات تعليميه وكلام زي كده. لكن يعني الحصه نفسها انت بتقعد وبتستفيد. اتعلمنا الفرنسي في المدارس الثانويه يعني، ودي كانت بالنسبه لي بدايه حب للفرنسي، اللي هو بعد ذاك جيت درست فيه كورسات، وبعد ذاك جيت اعرف اسمعه واتكلم وكلام زي ده.
نعم فالمدارس كانت جميلة، فيها المشاكل لكن فيها الجمال، هو كان الحاجة الأغلب يعني. نعم طبعا الحته بتاعت اللغه الفرنسيه دي حاجيك راجع لها بعدين يعني، لانه لفتت نظري في السي في بتاعتك. مدرسه التدريب بتخيل لها الاسم بتاعها، لانه بيجوا بيدربوا فيها المعلمين، مش كده؟ ايوه كانت التدريبة الثانويه كانت تابعه لمعهد المعلمات اللي هم بيكون فيهم تدريب للمدرسه. نعم. طيب ام درمان، اول حاجه بنرحب بكل الناس اللي انضموا لنا في الزوم وفي الفيسبوك، ويا جماعه ضروري جدا الشباب بالذات اللي امتحنوا شهاده وبيفتشوا للمنح، الليله دي فرصه عظيمه جدا، لانه بعدين استاذه مي هتتكلم لنا عن المنح بتاعت بنك التنميه الاسلامي، فضروري جدا تتابعوا الموضوع ده. طيب يا استاذه، انتهينا الحمد لله من المدارس ونجحنا وجينا للجامعه، اختيارك للاقتصاد. كويس، يلا كان في حاجتين عشان كده انا اتبلم مشيت لك سريع عشان كنت عايزه اجيب لك في الاختيارات. طيب اوكي انا كنت لغايه ما امتحنت الشهاده كنت بفتكر انه انا حكون دكتوره بتاعت اسنان، وامتحنت علمي وبيت اخذ ماده ادبيه، وافترضت انه انا همشي في المجال العلمي كويس، وكنت معجبه بالدكتوره وكنت بمشي احضر مع ابوي اشوفها لما بتعالجه وبتشوف بتعمل حاجات كيف وبمسك لها الادوات كل الحاجات. لكن لما جه الوقت اللي فيه نقرر ندخل الجامعه، ده الوقت اللي انا حسيت انه انا ما عايزه ادرس طب ولا ما عايزه الحاجه دي خالص، وكمان عايزه ادرس اقتصاد. فابوي كان بيقول لي طيب انت ما اخذت الحاجه اللي بتدرسك اقتصاد، في بزنس. طب ما عايزه بزنس، انا عايزه اقتصاد. الوقت ده كان اختي الاكبر مني لما، اختي وصاحبتي وكل حاجه هي كانت بتدرس اقتصاد، واخويا الاكبر منها كان بيدرس اقتصاد، فكنت شايفه ان الاقتصاد حاجه جميله رغم ان انا ما كنت عارفه عنها حاجه كويس. فدي حاجه بيقعوا فيها ناس كتير جدا، انه يعني يعجبوا بالفكره، يشوفوا زول بيعملها، في زول بيحبوه، المهم يعني بيقوموا يقرروا انه هم يمشوا فيها. فالحصل انه قررت ان انا ماشي اقتصاد. فابويا الله يرحمه قام قال اوكي في جامعه جديده، الوقت ده كان جديد الكلام ده، احنا بنتكلم في 1991 تقريبا، انه في جامعه اسمها الجامعه الامريكيه في مصر، ودي قرايه كويسه وكده، تعالي اجري فيها. ودي كانت محطة في حياتي إنه أمشي الجامعة الأمريكية، أبعد من أمي لأن طول الوقت قاعدة معاها، وأبقى في إنه حمشي أقرأ في بلد جديدة وتجربة جديدة. فالمدرسة الجامعة الأمريكية عشان تدخلها أنت تكون تعرف إنجليزي كويس، وأنا الإنجليزي حقيقي بتاع المدارس الحكومية اللي هو معقول يعني، لكن ما بمشيك يعني أنت مش تقرأ بإنجليزي كل حاجة. فكان لازم ادخل كورس عشان اتعلم انجليزي عشان امتحن وعشان امشي في الموضوع ده. اخذت الموضوع ده بجديه جدا واخذت الكورس وامتحنته، وبعدها لما دخلت الجامعه فعليا كنت مشيت تو ستيبس، يعني الناس بيدخلوا في حاجه اسمها 111 و 112، انا دخلت 112 طوالي اوكي لانه التزمت بانه انا اوكي اللغه دي لازم اظبطها عشان اقدر امشي اقرا. قريت في الجامعه سنتين كويس، السنتين دي كانت تجربه بالنسبه لي مختلفة جدا، قابلت فيها ناس من مختلف الجنسيات والثقافات والمستويات، لأن الجامعة الأمريكية دي مفهومة إنها هي حقت الناس الأولاد الأغنياء. وأنا مشيت هناك لأنه أبوي كان بيشتغل في منظمة بيدفعوا لك قروش التعليم، ما عشان أنا من أبناء الأغنياء. لكن كانت تجربة حلوة وصاحبت فيها ناس بيبقوا أصحاب عمر، وتعلمت منها إنه أنا أتعامل مع ناس من مستويات مختلفة وأتعامل مع ثقافات مختلفة. وأجين الكلام حق أم درمان إنه اتقبل الناس، كل زول بطريقته، كل زول بحياته. بعد ما كملت سنتين كان وقت انه ابوي الله يرحمه طلع على المعاش، وانا قمت لقيت انه انا عمري كله عايشاه بعيد من ابوي، هو عايش كان في تونس واحنا عايشين في السودان. فانا حبيت انه يا سلام دي ده وقت جميل انه انا اقدر اقضي معاه. في نوت صغيره انه احنا قرينا في السودان في وقت انه كانوا الناس اللي مع ابوي كلهم اولادهم بيقروا معاهم هناك كويس. بالنسبه لي انا كان انه يعني ما كنت فاهمه انه هو عمل كده ليه، وما كنت مبسوطه من الفكره دي، لكن قيمتها بعد كده لانه هو قال هو عايز اولاده يطلعوا سودانيين 100%، انه احنا نمسك كل الثقافه دي نشربها حقت السودان، وبعدك ممكن نطلع نمشي نقرا الجامعه في حته. لكن ده كان النظره حقته، وقدرتها ولحد يوم الليله بحس بقيمتها انه فعلا ده كان كلام صح. فقمت اخذت قرار في الوقت ذاك انه انا همشي ارجع السودان وادرس في جامعه الخرطوم واكون مع ابوي، اعيش الفتره دي معه. وكنت سعيده جدا وبفتكر لحد يوم الليله انه بركات القرار ده يعني محاوطاني، لانه انا عشت معه اخر سنتين في عمره.
يا صباح ودي النور. كانت حاجه ما سهله بالنسبه لي، لكن كنت سعيده انه انا قضيت السنتين الاخيرات دي معاه وشفته بتكلم معاه وبمشي الجامعه بوصلني كل الحاجات دي. فجيت جامعه الخرطوم، فدي كانت التيرنينج بوينت في حياتي اللي هي بعدها جامعه الخرطوم دي جات معاها حاجات كثيره جدا. فاكمل لا واصلي طوالي واصلي. بس فجينا جامعة الخرطوم اللي هي الجميلة ومستحيلة، اللي هو كل الناس يعني بيشوفوها إن هي حاجة مختلفة. فدخلتها وجيت في الوقت اللي كانوا فيه الناس العايدين الناس الجايين، الوقت طبعا ده الناس القاعدين ده بيكونوا المستمعين، ده كلهم ناس صغار ما بيكونوا سمعوا بالقصص دي، لكن كان وقت الناس الراجعين اللي كانوا بيجروا في الخارج وراجعين للسودان. فالمهم جيت ودخلت طوال سنه ثالثه، فبالتالي ما عرفت الناس اللي من سنه اولى وثانيه اللي كانوا موجودين، لكن قدرت اصاحب ناس بقوا اصحاب عمري لغايه يوم الليله. وفيها قابلت زوجي اللي هو دي اهم ثاني بوينت في الكلام ده كله، انه لو ما كنت جيت جامعه الخرطوم ما كنت لقيت اشرف، اللي هي دي نقط مهمه جدا ناخدتها، انه يعني الزول ما بتحصل له حاجه في الدنيا ساعي، ما في حاجه اسمها كوينسيدنس، ما في حاجه اسمها بتحصل بالصدفه ولا ما مقصوده. الفرنسي اللي قلت عليه وده حاجيك له تعالي في الاخر زي ما انت قلت هتسالني منه. ايوه والجيه حقت السودان عشان اكون مع ابوي عندها علاقه باي حاجه تانية حصلت اللي هي جيه جامعه الخرطوم بالتحديد، واي شيء حصل بعدها. فالاصحاب اللي صاحبتهم ما كنت حالقاهم لو ما جيت، والزوج اللي جيته ما كنت حالقاه لو كنت واصلت في المكانين انا كنت فيهم. فدي دي حاجه يعني نوت يعني مهمه. فكانت جامعه الخرطوم اللي هي بكل الانبهار حق جامعه الخرطوم، وانه المين رود والمباني والاساتذه في وقتها كانوا هم اساتذه ممتازين لكن محبطين، لانه انا جيت في وقت يعني ده كان سنه 94 اللي هو الانقاذ في عز يعني اوجه وفي عز نعم مشاكلها، وعشت كل الفتره حقت انه ما تلبسوا كده ولبستوا كده ورجعونا من الباب، وابوي شاكل مع الحارس يقول لي انا بنتي جبتها ما ممكن تقول لي ما لابسه كده ليه، ولا يعني كل القصص دي دخلنا فيها وعايشناها، والبومبان والحروب والصاحب اللي تفتكره صاحب ويطلع لا هو من الكيزات، دي حاجات كثيره جدا يعني الزول مر بيها. وافتكر برضو كنت محظوظه انه قدرت عشت القصه دي مع الناس، كان حتى كنت تجربتي ناقصه في الحياه اذا انا ما عشت الفتره حقت الجامعه في عهد الانقاذ. افتكر يعني كل الناس اللي في الزمن ده وفي العمر ده هيكونوا حاسين بالفاليو حقت القصه دي. نعم ايوه طيب طيب بعد الكلام بس قبل ما تواصلي اللي هو الحته بتاعت الادابتيشن، انت جاي من الجامعه الامريكيه في القاهره وجيتي دخلتي جامعه الخرطوم، طبعا اكيد بيكون في فتره كده بتاعت عدم توازن يعني، فقدرتي تتخطي الحاجه دي كيف؟ فعلا كانت في فتره حقت عدم توازن، انه طيب انا من زول كنت بقرا بعربي وانجليزي لزول بقرا بانجليزي بس سنتين، لجيت في الوقت اللي كان فيه التعريب شفت اللي هو ما بين الاساتذه بيدرسوا بالانجليزي وبيدرسوا بالعربي، فهم مطالبين بانه يدرسوا بالعربي، فبتلقى انه نص المحاضره انجليزي ونص عربي. فانا في الاخر قعدت كده اول ايام ما عارف اعمل شنو، تاني بعدها قررت انه انا هاخد النوت بالانجليزي وهم بيتكلموا بالعربي، ما انا فاهمه هم بيتكلموا عن شنو. انا لما جيت في الاقتصاد بالذات لانه حياته واضحه، ما انت في سبلاي وديماند المنحنى بتاع العرض والطلب ده الموضوع واضح يعني، فبديت يعني تو كاتش اب بسرعه انه اتعلم انه المصطلحات. مثلا انا اتذكر كان في ذا لو اوف ديمينيشنج ريتيرنز اللي هو تناقص الغله، انا اصلا تناقص الغله ده في الاول ما كنت قادره استوعبه، بعدها بدي خلاص عارفه انه ده اسمه كده ده اسمه كده، فبسرعه قدرت يعني افهم الحاجات وامشي فيها. يمكن هي دي اهم حاجه انا اتعلمتها من مرحله جامعه الخرطوم دي وما بعدها، انه الزول لازم تو ادابت للديفرنت انفايرمنت، لازم هو يتعود على التغييرات، لانه الحياه ذاتها مجبوله على التغيير، طول الوقت بيكون فيها التغيير، فلازم الزول يعرف يتعامل مع كل وضع. نعم ف بال 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 يعني باجتهاد مني وبكلام مع زملائي يعني اللي كانوا معاي في الجامعه
وكده بديت انه اعرف انه خلاص انا يعني همشي حالي بالطريقه دي وهتمشي الامور، لكن كانت الحاجات كثيره حاصله في نفس الوقت، يعني تغيير المكان، تغيير الناس، الاصحاب، يعني الحاجات كلها كانت جديده، لكن انا نوع الشخصيه اللي بسرعه بتقدر تمشي حالها مع الوضع وتتشكل معاه وتمشي فيه، فبسرعه قدرت يعني امشي في القصه دي واواصل في الجامعه. نعم، تخيلي الحته دي، الحته دي ذاته نفعتك، لانه انا بقرا في السي في بتاعتك ما شاء الله، يعني اتنقلتي في كم، يعني نقله، مش نقله من في شغل في نفس الحته، من منطقه لمنطقه. فدي تخيلي لو ما زول اصله عنده الكاريزما بتاعت انه يقدر ادابت هيم سيلف للحاجات دي، بتبقى له صعبه يعني. صحيح، طيب دي صفة مهمة يا ياسين انها تكون عند الزول، وافتكر انها هي حاجة نوع الحياة انت بتقدر تنميها، ما عشان انت بتتولد بيها، عشان انت بتساعد نفسك انه انت تتحول لشخص ممكن يكيف نفسه مع الأوضاع المختلفة. صح، فعلا فعلا، ودي دي الحاجه المطلوبه يعني، حتى في شباب السعودي بالذات، الناس اللي داخلين جامعات، الواحد يقول لك والله انا ما اقدر امشي مثلا جامعه بعيده ولا كده، فيعني انت لازم تخوض التجربه دي. انت لو لقيت مثلا والله يعني حلمك تدرس مثلا اقتصاد، وما لقيت الاقتصاد دي اللي مثلا في جامعه البحر الاحمر، سافر يعني، سافر ذاته دي بتكون لك جزء من السكيلز بتاعتك او جزء من الحياه بتاعتك يعني. صح. طيب يعني انت دخلتي الاقتصاد باعتبار انه خلاص، لانه لقيتي انه موتيفيشن من او تحفيز من اخوانك الاكبر منك وكده، لما انخشيت الاقتصاد خلاص وقع عليك، ولا حسيت انه والله يا اخي انا جيت ده كان المقلب، ده كان المقلب، لانه الاقتصاد يعني كان بالنسبه لي زي ما قلت لك، انا لما عملت القرار ما كان قرار مبني على ال انه انا فكرت فيه ولا انه دي الحاجه اللي انا بحبها، انا حسيت بانه والله لازم قاعدين بنقول خلاص انا اللي نقرا اقتصاد، ات واز لايك ذات، يعني ما كانت حاجه يعني مفكره فيها كويس. الحاجه اللي حصلت انه على حظي برضه الكويس، وبرضه عشان ما في صدف، لما جيت جامعه الخرطوم قمت درست اقتصاد وانثروبولوجي، كان لما تدخل يا اما تكون اقتصاد بيور ولا اقتصاد وانثروبولوجي ولا اقتصاد ستاتستكس اند ايكونومتريكس، ويعني كانت الحياه محدده خلاص، فانا قمت قلت اوكي اقتصاد وانثروبولوجي، كانت برضه بيك يعني ما كانت حاجه. لما درست الانثروبولوجي حسيت بانه يعني انه دي حاجه انا بحبها، انه انا بحب الناس وحكاوي الناس، وانه يعني الزول ده جاي من الحته الفلانيه خلاه يتصرف كده، شنو الجانب الاجتماعيه في الشخصيه والبني ادم والاختلافات الثقافات، دي الحاجه اللي انا بحبها. نعم. فلما طلعت من الاقتصاد وخرجت باقتصاد وانثروبولوجي اللي هي كان زماننا بقول لك كومبينيشن، فطلعت بالكومبينيشن دي، الكومبينيشن دي انا لما طلعت من جامعه الخرطوم كنت عارفه انه انا الاقتصاد ده ما حقدر اشتغل فيه، وكان احنا الناس اللي بتخرجوا من الاقتصاد بيشتغلوا في بنوك، كان الناس بيشتغلوا في بنك السودان ولا بيشتغلوا في البنوك العاديه. نعم. انا طلعت من جامعه الخرطوم كنت حاسه انه انا عايز اشتغل في اليو ان، وبدأت أعمل في شنو؟ بفتش اليو ان وين؟ طبعا في شارع الجامعة المكتب بتاعهم، بقدم بعمل الابلكيشن وبمشي اخد تاخد، وهذا بيناديني طبعا لاي انترفيو ولا اي حاجة، لأنه أنا فريش جرادويت متخرجة هسي، وما عملت أي تريننج وما عملت أي حاجة، وما فكرت وما سألت إنه الزول المفروض يعمل شنو؟ وفي الوقت اللي أنا تخرجت فيه ده الوقت اللي توفى فيه والدي، يعني إحنا تخرجنا في نوفمبر 96، وأنا والدي توفى في فبراير 97. كويس. فبس فانا بديت بس انه انا بس بطلع بفتش بقدم في امتحان تاع ايلس، امتحان تاع جي ار اي، امتحان اللي هي عملتها كل حاجه بتتعمل الوقت حقنا ده، كان وقت الناس بيمشوا في امريكا، انه الناس عايز تمشي تقرا في امريكا تحضر في امريكا كده. فالمهم انا ما كنت عايزه امشي احضر في امريكا ولا شيء، انا كنت عايزه اشتغل، وكنت عارفه اني عايزه اشتغل في اليو ان، لكن كيف تقدر ما كنت عارفه. فبعد كم شهر من امتحانات بتاعت انجليزي وتقديم فاشل لليو ان وكده، كان في اللي هي الانمائيه اللي هي المركز البحوث الانمائيه في التابع لجامعه الخرطوم، عنده دبلوم بتاع ديفلوبمنت ستاديز، افتكر اي زول يعني في زماننا ذاك عمل دبلوم بتاع دراسات، يا يعني اما دراسات تنمويه او ديفلوبمنت بلاننج اللي تخطيط تنموي، فقمت انا اخترت ديفلوبمنت ستاديز ومشيت في المجال ده. كويس. بدرس في الديفلوبمنت ستاديز دي في الدبلوم في الانمائيه، قام دكتور صالح شاذ اللي ان شاء الله ربنا يتراه بالخير، قام قال انه في حاجه جديده طلعت اسمها
الجندر اند ديفلوبمنت، في حاجه اسمها جندر. حتى انا قمت رفعت يدي سالته قلت له يعني شنو؟ قام قال يعني حاجه بتتكلم على تنميه المراه وكده. وده ماجستير جديد في الاحفاد، وهو في العالم ده حاجه جديده طلعت لها 3 سنين، وده ماجستير في الاحفاد. قلت كويس. بعد شويه لقيت انه الملصقات بتاعته بقت محطوطه في جامعه الخرطوم في الانمائيه برا. بس قمت قدمتها وشالوني. وبعدها يعني بقت دي المحطه الجديده اللي هي حقت دراسه المراه والتنميه، واللي هي بقت مسار حياتي لغايه يوم الليله. ف يعني كل الحاجات انت لو عينت لها، يعني هي بتمشي خطوه بتودي للثانيه. جزء منها انه انت يعني في رحله بتاعت انك تلقى نفسك وتعرف اهتمامك والحاجه اللي انت كنت تعملها، وفي جزء منها حق انه يعني ربنا عنده لك خطه معينه، ما في حاجه بتحصل ساكت يعني، لا يعني كل حاجه هو بيعملها عشان طبعا تتخيل بعد. نعم. طيب في الوقت ده انت لما بديت تقدمي للمنطقه الامم المتحده وكده، كان عندك يعني كانت عندك رؤيه انه بعد 5 سنة انت حتكوني شنو، ولا بس انت دارت تقدمي عشان تشتغلي بس الوقت ده؟ لا ابدا، ما كان عندي اي رؤيه لحد الوقت ده. يمكن انا يعني حاجاتي بدات فعلا تتغير بعد ما عملت الماجستير ده، اللي هو بقت فعلا انا عارفه انا عايزه اعمل شنو. لكن قبلها كان بالنسبة لي الأمم المتحدة دي حاجة كده يعني ظريف، شكلها ظريف إنه الناس شغالة هناك، الناس اللي بشوفهم طالعين منها شكلهم نظيف، برستيج. بس يعني عارف يعني تفكير ساذج جدا وما مربوط بأي حاجة. لكن بعد ما مشيت الخطوة حقت إنه عملت الماجستير وبديت يعني امشي في الاتجاه اللي انا دايره، لانه انا نوع الزول اللي كان طول وقتي بفكر في انه ليه البنات والاولاد والناس اللي عملوا معاهم مختلف. ابويا الله يرحمه دايما كان بيقول انه انا بناتي ديل ما في زول يدوس عليهم على طرف، انا بناتي ديل كده، انه هو بيفتكر انه البنات ديل المفروض عندهم محل سبيشال. انا نعم. بالنسبه لي يعني كانت جزء من حاجاتي اللي انا بفكر فيها. حتى لما كنت في الانثروبولوجي كنت دايما بمشي لدكتوره فهيمه زاهر ربنا يديها الصحه، كنت بتكلم معاها دايما في انه طيب ليه كده، طيب ليه المجتمع بيفتكر كده، طيب ليه المجتمع، طب خلينا نعمل دراسه عن كده. دي حاجه كانت شغلاني، وكنت زوله بحب اخذ قراراتي برا. يعني هسه مثلا القرار حقي انه انا اخلي الجامعه في مصر واجي السودان، ده كان قراري براي. فكنت افتكر انه الزول المفروض انه يعمل كده. وبرضه برجع تاني لابويا الله يرحمه والطريقه الربانه بها، انه هو الزول يتحمل مسؤوليه قراره. انت وصلت لانه انت عايز تعمل كده، تتحمل التبعات حقت الحاجه. فدي حاجه مهمه برضه للشباب اللي حوالينا، انه الزول لما يفكر في حاجه لازم يكون قراره informed، يعني مبني على انك انت فكرت كويس في انه الحاجه دي انت دايرها ولا لا، وليه، وعندك ليها تصور بعدك لاتخاذ القرار تتحمل مسؤوليته. لو مشيت فيه لحد الاخر تكون متحمل التبعات حقته، ما في النص تقوم تقول انا ليه حصل كده وتحس بانه كانه في ظرف فرض عليك، ما انت فكرت وعملت قرار مبني على حقائق وعلى وقائع وعلى كده، تتحمل المسؤوليه لحد الاخر. دي بتنفعك في حياتك في كل حاجه، لانه الواحد كل ما يعمل اي قرار يكون ملزم بانه قراره ده يتحمل مسؤولياته. نعم. طيب دي يعني مستمتعين جدا والله، وشكرا جزيلا لكل الناس يعني في اللايف، شايفكم مستمتعين في الفيسبوك، الناس اللي انضموا لنا في الزوم. طيب ام درمان، جامعه الخرطوم، بعد ذاك او قبليها الجامعه الامريكيه، بعد ذاك الاحفاد. طبعا الاحفاد تجربه يعني تجربه مختلفه تماما عن الجامعتين، يعني عن الجامعه الامريكيه في القاهره وجامعه الخرطوم، وبالذات التخصص اللي انت اخذتيه، فلي التخصص ده هو العماد بتاع جامعه الاحفاد. صح. جامعه الاحفاد يعني كانت محطه مهمه جدا في حياتي، ويعني انا ما قريت فيها واشتغلت فيها، يعني انا قريت الماجستير فيها، واللي هو كان يعني نقطة تحول في حياتي. لأنه حتى أنت الحاجات اللي أنت بتفكر فيها في الأول، ومن قصة التعامل حق الكل يوم، وأنه في البيت، ولا أنت بتلاحظ المجتمع عامل كيف، لما تمشي تدرس وكدراسة وتفهم أنه القصة دي قصة يعني بنظم، ما كلام بس، أنه والله النازل بيربوا أصل الولد شنو يا ربي،
في امثال طبعا نسيتها، في الامثال اللي هي بتوري انه لا البنات ما بيعملوا حاجه، ايوه المراه كان فاس ما بتكسر الراس ما بعرف شنو الحاجات الزي دي، اللي هي انت بتفكر في انه الناس بياخدوك انه دي حاجه في المجتمع عاديه، ودي حاجه سيستم يعني مجتمع قايم على انه يخلي المراه دي هي تفهم بكل الحاجات بالامثله بالامثال التقليديه باي شيء، انه بس دورها محدود وما بتقدر تعمل اي حاجه، وانه الرجل ده هو صاحب القرار وبيعمل وبيقدر يعمل اي شيء وبيقدر يمشي دول وبيقدر يعمل كل الكلام ده. خلاص احنا ما في انه يعني الرجال ضد النساء ولا النساء ضد الرجال، لكن انه المفهوم نفسه انه انت من حقك يا واحده انك تكوني عارفه انه انت ممكن تعملي اي شيء، يعني اي شيء مفتوح لك انت ممكن تعمليه، انت حره تقرري زي ما انت عايزه. انت لو قلتي انا والله لا داري اقرا ولا عايزه اشتغل وعايزه اقعد في البيت ما في مشكله، لكن بس تكوني انت عارفه انه دي حقوقك وانت مقرره فيها كده. فالكون انه هو علم موضوع المراه والتنميه ده، وانه كيف عدم مشاركه المراه في التنميه خلت انه البلدان دي متاخره، وبالعلم وبالارقام ورونا انه كيف انت لو خليت النساء المزارعات في جنوب افريقيا ولا في السودان ولا في اي بلد يشتغلوا بشغلهم، وانت يعني قادر تحسب الشغل حقهم ده ودخلهم ده للبلد، كيف انه ده حيرفع بلدان وحينميها. فده كان بداية النقطة اللي خلتنا يعني تنظر للموضوع بيند انه هو بس حقوق المرأة والمطالبة بحقوقها ولا مطالبة بالمساواة، بانه فعلا هي شغلها ده بينمي أسرة بينمي بلد وبينمي العالم كله. فيلا دي كانت الحاجة المهمة اللي انا تعلمتها، وبعدها لقيت انه جامعه الاحفاد بتدرسها وانا كنت اولى دفعتي، فاستوعبوني طوالي على انه انا اكون محاضر في الجامعه وادرس الماده دي للشابات في سنه رابعه في كل التخصصات. ودي كانت الحاجه الجميله برضو عن الاحفاد، اللي هي انه ما بس هي بتدرس البنات وبتعلم البنات وبتطلع يعني جيل بتاع بنات خريجات متعلمات، كمان بتبني شخصياتهم وبتخليهم يفكروا بطريقة مختلفة وبتنمي دورهم في المجتمع، فدي حاجة ما سهلة يعني. فبعدها بديت إنه أنا أدرس بعد ما تخرجت من الجامعة، في نفس الوقت ده أنا اتخرجت بالماجستير وتزوجت وبديت الشغل مع جامعة الأحفاد. فالشغل فيه ما بس انك انت بتدرس، ودي حاجه برضو تاني مهمه جدا، انه اي حاجه انت بتكتسبها في حياتك في حياتك العمليه بيجيك تاني وقت بتستفيد منه كويس. الاحفاد فيها ميزه انك انت شغال فيها انت بتعمل كل حاجه، يعني مثلا انت بتدرس الماده وانت مثلا بتعمل شغال معاهم في عمل دليل تدريبي للشباب مثلا في الصحه الانجابيه مثلا، او تدريبي لرجال الدين في موضوع ما، المهم انت بتشتغل معاهم بتعمل الدليل التدريبي بتكتبه كل سيشن فيها شنو واهدافه شنو، وبتمشي تعمل التدريب اللي انت بتقدمه وبتحضر الاوضه اللي بيحصل فيها التدريب القاعه حقت التدريب وبتجيب الاوراق وبتعرف. انا تعلمت اعمل بروشور بالكمبيوتر، انه يعني لانه انا بعمل في كل حاجه بقيت اعرف انه اعمل بروشور في بقيت اعرف احسب التكلفه حقت الورشه دي بتكلفني كم، بقيت اعرف انه بجيب الاكل من وين، ترتيب انه تعمل فايل فيه والاوراق الاستيشنري تجيبها من وين، كل الحاجات دي تعلمتها في شغلي في الاحفاد، انه انت بيخلوك تعمل كل شيء، فبتبقى انت بتعرف تعمل تدريب، بتعرف تعمل باوربوينت برزنتيشن، بتعرف تعمل تجهيزك للتدريب اللي هو ده شغل بتاع 3 انفار مختلفين، يعني الحاجه الوحيده اللي ما بتعملها انك بتنظف الواطه يعني، لكن اي شيء ثاني انت بتعمله. فالحاجه دي نفعتني في شغلي لقدام لما جيت اشتغلت في حته ثانيه، انه اعرف التفاصيل دي، اعرف انه لو انا بدي قروش لزول يعني جهه منفذه تعمل لي حاجه، لو جابوا لي الاستيميشن دي بكون عارفه انها بتكلف كده ولا لا، بيبقى انا عارفه انه التدريب ده بيتطلب شنو، بيتطلب كم مدرب، كم يوم، بتكلف كم، كل الحاجات دي. فانت بتقوم تلقى ان كل مرحله انت بتتعلم حاجه جديده، والحاجه الجديده دي بتقعد لك في الذاكره حقتك ورا وبتيجي تستفيد منها في وقت تاني. ممكن اشرب مويه؟ طبعا ده كلام جميل جدا، وتخلي الدراسه بتاعت الجندر والتنميه تخلي دي من الدراسات المظلومه او لسه يعني في السودان تخلي ما لقت حظها.
صح والله، والله انا غلطان في الحته دي. والله صدق بالعكس، شفت اللي حصل كالآتي. احنا لما بدينا، شوف احنا كنا اول دفعه دي اتخرجنا في سنه 2000، كويس؟ هسه احنا بنتكلم على 2021، 21 سنه، دي 21 سنه، كويس؟ كله هم لاحظوا انه فيهم دفعه اتخرجت. بعدين الحاجه الجميله برضو انه كان الماجستير ده ممول من جهات مختلفه، يعني يو ان ايجنسيز مختلفه، فكانوا بيجيبوا ناس، يعني مثلا بيجيبوا ناس من وزارات، بيجيبوا ناس من المركز القومي للسكان، يعني بيجيبوا ناس على اساس انه في جهات مختلفه يتعلموا الكونسبت دي ويمشوا بيها. فلا بالعكس. بعدين طبعا هو الماجستير بتاع الاحفاد ده كان اول ماجستير في الريجن، ما معناه الاقليم العربي والافريقي، كويس؟ ف وبعدها بقت بيجوا كميه من الناس. بالعكس، لا في ناس كثير جدا جدا اتخرجوا وبقوا في مواقع يعني كويسه في الحكومات وفي المنظمات وفي كده. لا هو بس مظلوم بالتفكير، انه ناس بيفتكروا انه ما حاجه مهمه، او بيفتكروا انه لو عملته ما هتشتغل، او بيفتكروا انه لا الافكار حقته ما مظبوطه، يعني ده الظلم الواقع عليه. ولكن هو برنامج قوي ومشى، يعني بالعكس هسه اتعمل منه بي اتش دي بروجرام، اتعمل منه للدكتوراه برضه، فماشي كويس. وبعدين هسه عرفت انه من فتره بسيطه اتعمل هسه في جامعه الخرطوم هيفتتح معهد لدراسات النوع الاجتماعي والتنميه، فدي برضه خطوه جميله جدا. يعني النموذج بتاع الاحفاد ده هسي في مصر عملوا حاجه زيه، في يوغندا عملوا حاجه زيه، يعني اخذوه كمثال واتعملت حاجات مشابهه. نعم اوكي. طيب 3 سنة في الاحفاد مش كده يا استاذه؟ مي 4 سنين بالضبط، اربع سنة. طيب بعد ذاك، بعد الاحفاد مشيتي لليو ان دي بي. ايوه، الحصل انه بعد ما، يعني بحب التدريس جدا كويس وبستمتع به، وكان هو مناسب جدا معي في الفتره العمريه اللي انا كنت فيها، وفيها كانوا اولادي صغار، يعني انا كان اولادي في الوقت ده اعمارهم 3 سنين وسنتين تقريبا، فكان مناسب لي جدا لانه بمشي اوقات معينه بدرس برجع كده. لكن الحاجه اللي انا كنت يعني فاقداها في شغلي انه ما عندي الخبره العمليه. يعني شفت في دكتورات اللي درسوني ربنا يديهم الصحه في الماجستير، دكتوره بلقيس بدري ودكتوره ساميه النجر ودكتوره امنه بدري، دول كانوا دائما بيتكلموا على فور اكزامبل، يعني لما يقولوا الكونسبت المفهوم العام بيقوم يقول لك ومثلا لما احنا عملنا المشروع الفلاني في الحته الفلانيه حصل فيه كده كده كده. انا ما كان عندي التجربه دي، ودي كانت حاجه بفتكر انها نقص، يعني ما كنت حاسه انه منقصه مني حاجه، لانه انا بكلم في البنات ده الكلام نظري، انا ما جربته، انا ما عملته افرض الواقع. قلت لهم انتم ممكن تعملوا كده، ممكن تعملوا مشروع وتعملوا له تارجتنج للسيدات، لكن انا ما عملت الحاجه دي. فقمت قررت انه لا، انا عايزه اعمل الخبره العمليه. فقمت ظهرت وظيفه في يو ان دي بي اسمها كاباسيتي ديفلوبمنت اوفيسر، بتذكر. فقدمت للوظيفه واخذوني، ودي كانت اول تجربه حقت انترفيو حقيقيه يعني بالنسبه لي، واخذت الوظيفه واشتغلتها. اشتغلت فيها وبديت اعرف انه كيف انا اعمل مشروع، كيف انه المشروع ده يعني اكتبه، كيف انا اكتب بروبوزل للتمويل مثلا، اكتب لي مقترح لمشروع عشان يتمول، كيف انه اقدر امشي يعني امول يعني اسوق للحاجه دي، كل حاجات اتعلمتها انا ما كنت بعرفها. لكن كانت دي بدايه الخبره العمليه، وفي نفس الوقت يعني كانت في مجال جانب واحد من موضوع الجندر، ما الجندر ده في كل حاجه، في الجوانب السياسيه، الاقتصاديه، الصحيه، التعليميه، فده كان في المجال السياسي. فانا اشتغلت السنتين ديل في يو ان دي بي، كان المشروع تابع للمشاركه السياسيه للمراه. وانا شغاله فيه سنتين قامت ظهرت في يو ان اف بي اي وظيفه حقت ناشونال بروجرام، يعني مسؤول من الجندر في 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 يو ان اف بي اي، اللي هي يو ان اف بي اي دي صندوق الامم المتحده للسكان. نعم. فقمت الوظيفه دي لما قريتها في الجريده قلت الوظيفه دي بس معموله لي، لانه الحياه المكتوبه دي انا بعرفها. الوقت ده كنت انا عندي سنتين خبره عمليه وعندي 4 سنين
خبره يعني ثيوريتيكال يعني نظريه، لكن دي كانت كده. واتذكر انه لما شفت الاعلان قدمته، ولما قدمته كنا سافرنا يعني لما طلعوا يعني لما عملوا الانترفيو كنا سافرنا، سافرت باولادي مصر، قلت يعني اسوقهم يغيروا، اول مره كان نقدر نسافر ونفسحهم وكده. فبس فقاموا ضربوا لي تليفوني انه الانترفيو هسي، وانا بتكلم معاهم من مصر وما جاهزه للانترفيو. وذكر كنت حامل بطفلي الثالث، والقصص كلها ملخبطه علي. المهم عملت الانترفيو، بعدين بعد ما خلصت وحسيت انه انا ما عملت كويس، قمت ضربت لهم تليفون قلت لهم عينه انا ما عملت كويس في الانترفيو ده، لانه انتوا ضربتوا لي وما كنت ما كلمتوني من الاول انه حتعمل الانترفيو، وانه الخط كان كعبه بقطع، فانا عايزاكم تكونوا متذكرين القصه دي. خلاص وبعدها خلاص قلت انا ما في مشكله، ورجعت السودان. لما رجعت السودان نادوني الانترفيو ثاني واخذت الوظيفه. ولما مشيت للانترفيو ده كنت حامل ثقيله، وكنت بقول لهم بقول لزوجي انه لو ما شالوني في الوظيفه دي، هي منظمه حقت صحه الامومه والطفوله، اذا ما شالوني انا حارفع عليهم قضيه واقول انه عملوا تمييز ضدي عشان انا جيت حامل. كنت فعلا انا كان اخر شهرين في الحمل، واخذت الوظيفه واشتغلت فيها، وكانت يعني تجربه ممتازه، لانه دي كانت اول مره انا يعني احتكاك مباشر مع ناس من جنسيات مختلفه اكون شغاله تحتهم. يعني انا كان المدير حقي مباشر من بوروندي، والرئيس بتاع المكتب كله من يوغندا، والزول اللي انا بتابع معاها من تنزانيا، والزول الثاني اللي بشتغل معاها من رواندا، اللي هو ده كان الاكسبوجر حقتي لافريقيا بكل اشكالها. ده يعني انت بتعاين لهم ديل جيراننا من تحت من ساوث السودان وانت نازل. الدول دي دول حوض النيل، ديل كانوا هم الناس اللي انا شغاله معاهم، وتعلمت منهم كثير وشجعوني على انه انا اقدر، يعني انه انا عندي قدرات اكثر من اللي انا بعمل فيه، وخلوني انه يعني to believe in myself، انه انا يعني اؤمن بقدراتي واقدر يعني اتحدى نفسي وامشي الخطوه اللي بعدها. انا كان دائما عندي جانب، وبفتكر ناس كثير بيكون عندهم الحكايه دي، جانب بتاع انه تحس انك انت ما واثق من نفسك، تحس انه انت يعني مثلا يكون في اجتماع وفوت تقول حاجه، تكون عندك فكره لكن تقول يا ربي لو قلت الفكره دي حتكون يعني فكره عويره شويه ولا بتكون دي فكره ممكن الناس يسمعوها، اقوم اسكت، يقوم زول ثاني يقولها، قلت كان اقولها انا ليه ما قلتها. فاشتغلت على نفسي في الحته دي، وهم سبحان الله كانوا نوع الناس اللي بيحسوا بالزول. فناداني، انا بتذكر مستر موسوكي ده ربنا يديه الصحه، انه انت ليه ما بتتكلمي، انت انا عارف عندك افكار كويسه، انت بتقولي ليه؟ كنت قلت له والله انا ما متاكد انه حقدر اقولها كويس، يعني لانه انا عندي برضه كانت عقده انجليزي باعتبار شويه. فالمهم شويه شويه القصه ظبطت، وقدرت يعني صح احسن في حاجاتي دي، وجات الوظيفه بتاعت الافريكان ديفلوبمنت بانك، اللي هي برضه ما في حاجه بتحصل ساي. طيب قبلي معلش، قبلي ما انا عندي بس حتتين ملاحظتين بس معلش، انا حعمل اميوت لكل الناس، انت بعدها ممكن تعملي عشان الناس اللي بيجونا داخلين. اوكي تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي المشاكل اللي كانت بتواجهكم شنو في الشغل بتاع اليوم دي بي في بالذات في بالذات في السودان يعني. طيب كانت مشاكل مربوطه، اعملي ميوت لنفسك لانك انت كوهوست. اوكي تمام. اكثر حاجه كانت بتواجهنا انه المشاكل مع الحكومه. ما احنا المشروع بتاع اللي كنا شغالين عليه ده مشروع بتاع جود جوفرنس، الحكم الرشيد والمشاركه السياسيه للمراه. فانت لما تشوف اسمه براو بتكون فهمت انه يعني نوع المواجهات اللي كانت بتقابلنا. فكانت في مواجهات كثيره مع الحكومه، وكان مشاكل كثيره في الحته دي. لكن يعني بصوره عامه كانت بتواجهنا مشكله انه المقدرات المختلفه حقت الناس، يعني انه اللغه كانت حاجه اساسيه. وبفتكر انه يعني الشباب الهسي يمكن احسن مننا، يمكن يكونوا يتلافوا القصه دي من بدري وبدوا انه يعملوا كورسات، احنا وقت ذاك ما كنا بنفكر في كورسات انجليزي وكده. لكن كانت في مشكله اساسيه في انه الناس تعبر عن نفسها باللغه الانجليزيه، وبالتالي انت ممكن يكون عندك افكار ممتازه جدا لكن الافكار دي ما توصل للناس. فحتى يعني عملنا في 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 الشغل اللي اشتغلناه مع النساء
السياسيات في الاحزاب السياسيه، كان في جزء منه تعليم لغه انجليزيه، يعني كان ده واحده من الحاجات. فاللغه دي حاجه مهمه يعني في الزول في حياته، يعني يعني المقوله ما متذكرها لكن حاجه انه لو انت عرفت لغه الناس امنت شرهم يعني. نعم فالزول مهم جدا انه يكون بيعرف يتواصل مع الناس، بيعرف يتكلم اللغه حقت العصر اللي هي في الوقت ده ابسط حاجه الانجليزي. طبعا في فرنسي وفي اسبانيش وفي حاجات تانية، لكن ابسط حاجه ان انت تكون بتتكلم اللغه الانجليزيه. فدي واحده من الحاجات اللي احنا واجهتنا يعني بالنسبه لنا في يو ان دي بي اللي انا بتذكرها يعني. يا ف ف ف يو ان اف بي اي ارجع لها تاني لانه كانت محطه مهمه جدا. الفكره حقت انه الزول برضه بتواجهه في الشغل انه انت ممكن يكون عندك افكار ممتازه جدا جدا، لكن في ما بتقدر يا اما ما بتقدر تعبر عنها كويس، او انه في زول يعني نتيجه لخوف من جانبك، ولا نتيجه لانه حاسس بانه يعني مثلا بقول على شو يعني يا اما انت ما قادر تعبر عن نفسك كويس، ولا انت خايف انك تقولها كويس. بالنسبه لي انا اللي واجهتني القصه دي زي ما قلت انه كان انا عندي الفكره لكن خايفه اقولها. بقوم بعمل شنو، ودي حاجه ما في زول يعملها، انه اقوم امشي اتكلم مع زميل او زميله، اقوم اقول ليه صدق الحاجه اللي ادونا ليها الريبورت اللي ادونا له ده ريبورت كويس وفيه افكار كده كده كده، وانا افتكر انه ممكن نعمل منه كده كده كده. يلا اللي بيحصل انه بيجي الاجتماع وانا بكون في الدايلما حقتي في الحرب بيني وبين نفسي انه انا اتكلم ما اتكلم، كلامي ده بكون مهم ولا لا. يقوم الزول الثاني يقول الفكره اللي انت قلتها از از، الرياكشن بتاعي انه انا بتخلع وبسكت خلاص. فالقصه دي حصلت كثير، فمره من المرات كنت انا اتكلمت مع زولين، واحد منهم يعني زميل واحده، وواحده اتكلمت مع واحده من الانترناشونال اللي حكيت لكم عنه. فلما جاء الاجتماع كنت ساكته، لما هي تكلمت وقالت الكلام اللي انا قلته انا كنت سكتت. قامت دورتي دي ربنا يطلع بالخير، قامت قالت لي انا متذكره اني قلت لي كلام عن الموضوع ده، يعني اضيفي قولي لنا الكلام. قمت قلت لها لا ما عندي حاجه، سكتت. فهي تكلمت معي بعدها قالت لي لا، لما انت تكون الفكره اوريجينالي حقتك، الفكره اصلا حقتك، لما تيجي تتكلم حتى لو زول ثاني حاول يسرق الفكره وقالها، لانه انت المصدر حقها دائما ممكن تضيف. وقالت لي الطريقه اللي انت بتتعامل بها انه تقوم تقول انا عايز اضيف حاجه للكلام ده، وتقول الحاجه اللي هي الفكره انها حقتك ممكن تاخدها بشكلها المظبوط. القصه دي نفعتني شديد يعني، يعني القصه دي نفعتني في حياتي لقدام. عشان كده بقول لك انه اليوم انا في يدي كانت يعني تيرنينج بوينت مهمه، لانه لا. عرفت انه انا ممكن افكاري في راسي دي كويسه، ما 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 ما, ما هنا يعني ما افكار كونها هي مختلفه ما معناها انها ما كويسه، وانه زول يقول الحاجه ولو في زول قال زيها حتى لو انت يعني قال حاجتك انت ممكن تضيف عليها وتضيف لها يعني دايمنشن ثاني، تضيف لها يعني وجهه نظر مختلفه. ايوه بالظبط كده. طبعا اكيد بيكون دي طبعا مميزه لانه انت طلعتي من الاكاديميه وجيتي للشغل البروفيشنال يعني. أيوة. فاكيد بيكون طبعا اتعلمتي فيها حاجات كثيره جدا واصلي. طيب ففي يو ان اف بي اي قام جاء تدريب في تونس الوقت ده، انا يعني شغاله لي سنه تقريبا، وكان يعني في تدريب ومتردده امشي ولا ما امشي، ف وكانت بنتي صغيره يعني 7 شهور ولا حاجه زي كده. فالمهم الامم المتحده بتخلي اذا في ام شغاله عندها طفل صغير بتدفع للزول انه يسافر، بتدفع عليه المرافق حقه انه يمشي معاه، يعني تدفع لك انك تسوق طفلك معك ومرافق عشان ينتبه للطفل لما انت تكون شغال. فلما مشيت فترددت انه امشي تونس، فزوجي شجعني انه لا امشي، يعني اللي هي تونس دي البلد اللي كان فيها ابوي وسنين طويله يعني وذكريات وكده، وما مشينا ثاني بعد ما هو توفى وخلاص. فشجعنا قلنا اوكي نمشي التدريب ونمشي تونس. فمشيت انا ووالدتي وعملت التدريب، وفي التدريب ده عرفت انه في البنك الافريقي للتنميه، وانه البنك الافريقي ده في تونس، وانه عنده وظائف بتاع جندر سبيشاليست وبيفتشوا على ناس قدموا ده في التدريب الكلام ده. ففتحت شفت الاعلان لقيت انه والله يعني بيمشي معي، فاقدم. رجعت السودان وقمت سالت زوجي انه اوكي ده في كده 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 وقالوا كده، والحاجه دي لو بتمشي بالعديل
انا عندي فيها فرصه، نمشي نمشي نتنقل نبقى، حنمشي بلد جديد وكده. فزوجي لا ايوه يعني ما في اي مشكله، انت دي مش حاجه كويسه يعني لينا كلنا كاسره نعملها، ودي حاجه مهمه جدا يعني الدعم حقه يعني ثرو اوت التجربه حقتي. يعني انا هنا بتكلم بيكوز انه انا عندي يعني زوج بيدعمني وبيساندني وكده، ولانه عندي اسره كبيره برضو بتدعمني، لانه انت لما تمشي في كل المراحل دي بتمر بيك مواقف كثيره، وبتمر بيك بيكون عندك زميل يعني مما تطلع من البلد بتاعتك وتروح بلد ثاني، بيكون عندك زميل قاعد معاك اسمه الاسترس، الضغوط النفسيه بتكون ملازماك. فلو ما انت عندك زول دايما بيدعمك، ولو ما عندك اسره كبيره برضو بتدعمك حتى لو بحاجه بسيطه بتلفون بسؤال باهتمام، ما بتقدر يعني تصل الحاجه اللي انت وصلتها. فقدمتها وعملت الانترفيو واخذت الوظيفه، وكانت البدايه حقت رحله المهجر، وانضمينا الى الطيور المهاجره وبقينا عايشين برا السودان. الفكره حقت تونس كان فيها جزء كبير عنده علاقه ما بالتدرج الوظيفي قدر ما كان عنده علاقه بالاسره، بانه الوقت ذاك في السودان الكلام ده 2009 كان خلاص الواحد حس بانه الاولاد احنا حابين نوديهم مدرسه كويسه، لكن ما يعني ما قادرين نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها في قرايتهم. فكانت الفكره انه خلينا نمشي برا وخلينا نجرب انه الاولاد دول يدرسوا في التجربه المهمه جدا اللي انا طلعت بها من كل مسيرتي دي، انك انت تدرس في حته تتعلم فيها اللغه ممتاز لانه دي الكي، وانك انت تتعلم انك تتعايش مع ناس مختلفين اللي هي الوقت ده ما كانت بقدر اعملها في السودان، وانه يعني وانه تعيش ديسنت لايف زي ما بقولوا، ان انت تكون ما غني لكن انت عايش حياه كويسه. فدي كانت البدايه، ودي كان البنك الافريقي للتنميه اللي هو كانت اجمل محطه بالنسبه لي، لانه افريقيا دي حاجه جميله، وانه احنا كسودانيين لو احنا اقتنعنا انه احنا افريقيين يعني حياتنا دي بتكون حلوه خلاص، لانه الافارقه دي ما عندهم العقد والمشاكل حقتنا، وما عندهم انه انت منو جاي من وين والكلام ده كله، هم بيقبلوك زي ما انت وبيعتبروك برادر ولا سيستر زي ما هم بيحطوه انه انت جزء مننا، وانه انت بتمشي اي دوله افريقيه بتلقى شكلنا ده هناك، يعني ما عايز ثلاثه ثلاثه، انت بتمشي بتلقى انه الناس بتشبه السودانيين، احنا ماشيين رواندا دي لك دل ممكن تكون تلاقيهم في مدرمان ولا تلاقيهم في الخرطوم ولا في السوق العربي وهكذا. فكانت يعني محطه ممتازه جدا، ومحطه ممتازه جدا لانه الواحد يحمد ربنا على كل حاجه عنده. يعني انت لما تمشي دول افريقيه، انا مشيت حته كان القريه كلها بتفتش على كرسي عشان يجيبوا لي عشان اقعد فيه، لانه انا جايه من برا عشان انا اشوف المشروع بتاعنا ده ماشي كيف. ففتشوا فتشوا فتشوا، بالاخر لقوا لي كرسي عنده كراع واحده. يعني انت متخيل، لا في الاخر انا قعدت في الارض معاهم، لانه ما كان في القريه كلها ما كان فيها غير كرسي برجل واحد. فانت بتبقى تقدر كل حاجه انت عندك، بتقدر السرير انه از نوت فور جرانتد، ما انه انت يزول عنده سرير، ما اي زول عنده كرسي، وما اي زول عنده يعني ابسط الحاجات اللي الواحد بيتخيل انها هي موجوده ممكن تكون ما موجوده. فمن الناحيه ات بيرسونال ليفل دي حاجه انا استفدت منها جدا، واستفدت منها كاسره يعني حتى لاولادي ولا كده، انه يعرفوا انه اي حاجه انت عندك الحمد لله عليها، لانه ما 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 في ضمان انها تكون موجوده. فالبنك الافريقي للتنميه بيديك فرص، بيديك فرص انه انت تتعلم في حياة مختلفة، يعني ما انك انت بس تشتغل سوري انك انت تشتغل في حتة واحدة يعني ودي حاجة انا بشجع على الناس كلها. انا ما وقفت في انه انا زولا درست جندر اند ديفلوبمنت واجي اشتغل بس في الحتة اللي انا درست فيها يعني اشتغلت فيها، وكنت بسافر وبمشي اشوف المشاريع المختلفه، بعمل مشاريع وبقيم مشاريع وبشوف المشاريع ماشيه كيف وكده، اللي هي بتعمل ديزاين ومونيتورنج وسوبرفيجن وكومبليشن اند ايفالويشن للمشروع، فبتعمل كل دوره الحياه المشروع بالجندر دايمنشن، بتعاين بمنظار المراه، وانه كيف انه ميك شور انه هي المراه دي مستفيده من كل المشروعات دي كويس.
وبتمشي في دول مختلفه. انا في الرحله حقتي دي قمت بقيت انا انترستد في انه انا اعرف وضع النساء في الدول اللي بتعاني من حروب. جاي انا من السودان اللي هو السودان بلد نموذج ان يعني انفورشنتلي لانه فيه حروب وفيه ما بعد الحروب وفيه كل الحاجات، يعني هو بلد فيه تنميه وكل مراحل الدول العاديه اللي هي ديفلوبمنت وكونفليكت وبوست كونفليكت واوبن وور، اللي هي يعني انت يكون عندك حرب في منطقه ومنطقه طلعت من حرب ومنطقه فيها تنميه وهكذا. صح. فبقيت انا مهتمه بانه الدول الهشه دي زي ما بسموها والمشاكل اللي فيها، فمشيت سيراليون، مشيت لايبيريا، دول يعني طالعه من حرب صعبه وناس قاتله بعض وكده، وانه شوف المراه دي كيف انت ممكن يعني تنمي دورها في وضع زي كده وحاجات زي دي. فقمت انتقلت من شغلي في الاول ده ل الريال استيت، الشغل في الدول زي دي، وبديت اشوف ابعد من المراه، بقيت اشوف كمان الشباب، المجتمع المدني، بقت القصه ماشيه على اوسع. كويس؟ وبعدها كان في مرحله ثانيه حقت انه خلاص انا فهمت انه كده تشتغل في الدول العاديه وكده تشتغل في الدول الهشه. طيب كيف تتاكد انه تعمل كواليتي اشورنس؟ قمت اتنقلت للقسم ثاني بتاع انه تعمل كيف يعني تقيم الجوده حقت المشاريع، انه المشروع يكون معمول بطريقه مظبوطه. كويس؟ انا زول بحب اتعلم وبفتكر انه الناس كلها لازم تكون عارفه انها هي في كونتينوس ليرنينج، انه انت طوالي لازم تمشي من مرحله للثانيه، تتعلم الحاجات اللي انت تعلمتها ما كفايه، اعرف حاجه جديده، تشالنج يور سيلف، اتحدى نفسك وتحدى معرفتك عشان تتطور. اي زول بيفتكر نفسه انه بيعرف كل حاجه ما بيمشي ولا خطوه لقدام، لكن الزول يكون دائما بيحاول انه يتعلم ويمشي الخطوه اللي بعدها، يعني زي السلم. لكن الحاجه اللي لقيتها مثلا لما كنت في البنك، الشيء برضه شفته وخلاني انه اقول انا ما عايز اكون كده، انه في ناس قاعدين في نفس الوظيفه مين ما يخشوا لحد ما يطلعوا ريتايرمنت، لحد ما يطلعوا على المعاش. وليه؟ لانه بس هم احسن لهم ده الكومفورت زون، دي الحاجه اللي هم بيعرفوها. ما في زول يقبل بانه يقعد في الكومفورت زون، يعني الزول لازم يطلع نفسه من الكومفورت زون بتاعه، يجرب انه كده اجرب اعمل قصه دي. انا ما شجاعه باي ذا واي، انا ما شخصيه شجاعه، لكن انا شفت زي الزول اللي بيقوم يقول خلاص الناس حينطوا من هنا، بقوم بغمد عيوني وانط خلاص، ما انا خايفه لكن خليني اجرب القصه دي شو حتودينا لوين. فانا عندي جانب الادفنشرز ده في الشخصيه ونجح التكنيك ده، نجح التكنيك ده، نجح والتكنيك ده نجح، لانه بجرب وبقول كده خلينا نجرب القصه دي. فدي الحاجه اللي انا استفدتها من التجربه حقت البنك الافريقي، انه انت ممكن تو بيلد اون النولج حقتك من حته للثانيه وتتدرج. برضه في مسكونسبشن كبيره جدا جدا، الناس بيفتكروا انه الزول ما بيشتغل في المنظمات الا اذا عنده واسطه. انا القصه دي بالنسبه لي ما حصلت. كويس؟ ممكن ناس كتير يكونوا ما شايفينها ما معقوله، لكن الحقيقه انه الزول لو هو بنى نفسه كويس وخدت نفسه دائما في انه يطور نفسه ويجرب حاجات مختلفة ويكون عنده تخصص، لكن في نفس الوقت عنده حاجة أوسع، يعني ما تكون أنت نارو مثلا أنت ماسك مثلا اتش ار بس مثلا ريكروتمنت، أو بس يعني بس يعني تشتغل في توظيف ما بتعرف الحاجات الثانية، لا خلي أنت عندك التخصصية لكن برضو عندك البرودر بيكتشر، لازم يكون عندك الحاجة الأكبر. أجين لأنه ما في حاجة بتحصل ساكت وما في شيء زي ما قلت لك بيحصل في الدنيا من غير حاجة. الشغل اللي اشتغلته في البنك الافريقي اللي هو مشيت فيه من مشروع من موظف بتعمل مشاريع لانه بشتغل في الكواليتي اشورنس، لانه الفراجيل ستيتس الشغل حق المجتمع المدني والمراه والشباب والكده. لما جيت البنك الاسلامي، يعني ما نقطع حاجه لكن بس عايز اربط الربطه دي، لما جيت البنك الاسلامي اشتغلت، جيت كمديره لشعبه المراه والشباب، لكن الديبارتمنت اللي انا فيها الاداره الكبيره كانت اسمها اداره الريزيلينس اند سوشيال ديفلوبمنت، الصمود والتنميه الاجتماعيه، اللي هي بتشتغل في شنو؟ بتشتغل في المجتمع المدني وفي الدول الهشه وفي الشباب وفي المراه. كويس؟ الحاجه الوحيده كنت انا ما بعرفها في الموضوع ده كانت الكلايمت تشينج، التغير المناخ، دي الحاجه الوحيده اللي هي كانت جديده علي، لكن الحاجات الباقيه دي كلها كنت انا قبل كده في حياتي السابقه اشتغلت فيها. فالمهم اهميه انه الزول
يوسع مداركه في الحاجات ويتعلم حاجات برودر، واهميه انه الزول ما يخاف ما يتهيب انه في وظيفه اعلى. اقرا الجوب ديسكريبشن، لو انا بقدر اعملها ليه ما اقدم؟ يعني انا ما بعرف زول وما اي حاجه، لكن اجرب ليه لا؟ التجربه ذاتها في حد ذاتها بتاعت انك انت تقدم، دي تجربه، وانك انت تقدم وتجد شورت ليستد ونادوك لانترفيو دي تجربه ثانيه، وانك تقعد تنتظر بالليالي وتفتح الايميل كل شويه يا ربي ردوا علي يا ربي ما ردوا علي، دي برضه تجربه. كويس تمام. خلينا انا بس هنا داير اخذ مداخلتين من ريم فيصل، طبعا هي استشاريه بتاعت اتش ار، ومع دكتور انور، وعشان نديك بريك شويه. يا دكتور انور انت معانا والله يا اخي؟ والله انا مبسوط يعني غايه البسطه، ويعني بستمع للحكايه بشغف شديد. دكتوره مي الله يديك الصحه والعافيه وكثر خيرك كثير، قصتك صراحه انسبيريشنال، ملهمه بكل يعني معنى الكلمه. انا في حاجتين يعني استرعوا انتباهي، واحده منهم في انك انت في اثناء الميتنجز كنت بتحسي بلو سيلف استيم، تحسي بقله بتاع الثقه في النفس، وما بتقدري تقولي الافكار بتاعتك لانه الانجليزي عندك، لو ما عندك انت ما كان قعدتي في الاجتماع ده. لكن في قله ثقه بالنفس، نفسك جواك بتقول لك يا اخي والله يا اخي انا ما عندي الانجليزي الكافي وانا حاغلط وانا اخر ليس كساوي الى اخره. والحاجه دي حاجه اعتقد انها مرتبطه بالمراه بصوره عامه، يعني مش بس انت دي في حالتك عشان انت سودانيه ولا كده. انا شفت لي محاضره لزول يعني برضه بتاع جندر ايشوز وكده، بيقول انه دائما في الكوربريتس الكبيره، ودي ايشو يعني ال 500 فورتشنت كومبانيز، عندهم مشكله دائما بتاعت انه التوب ليدر شيب السي اوز والبتاع ما فيهم نسوان. فبيقول في مشكله متلازمه انه المراه لو ما تكلمت شي جوز unnoticed، ما في زول بيلاحظ لها انها عندها افكار وعندها حاجات. لو اتكلمت شي جيتس بانشت، يعني تطلع الفكره بقوم بيردموك على اساس انه تاني لو في مراه ساي فكرت تمد راسها يقطعوا لها راسها فوالي. فدي حاجة أنا أعتقد إنها مهم جداً جداً، إنه يعني الناس من البيوت، يعني مفتكرنا المسألة دي في البيوت، يعني لو جينا مسكنا كده بس كمية، رغم إنه طبعاً متهمين الرجال دائماً النسوان إنه عندهم بيتكلموا أكتر وكده، لكن أعتقد إنه بيتكلموا أكتر في السيف زون، في اللحظة اللي بيحسوا إنه والله يا أخي أنا دي حتة أتكلم فيها. لكن عامة ما بيتكلموا كتير، بيتكلموا كتير الرجال. الحاجة التانية اللي استرعت يعني انتباهي في التجربة بتاعتك، ودي حاجة أنا بقدر أقول لك من تجربتي الشخصية، أنت أول ما رتبتي قمت سكت العيال مشيتي بيهم إجازة في مصر، الراجل أول ما يرتب يعرس ثاني، شفتي كيف؟ الكلام ده أنا بقول لكم يعني وأنا عارفه كويس، يعني عارف I mean what I say، شفتي كيف؟ فقصتك والله العظيم ملهمة وجميلة وأنا متابعها بكل شغف، واشكرك جزيلا دكتور ياسين، اشكرك استاذ ريم على تحت الفرصه، انا متابع معكم، شكرا جزيلا. الله يديك العافيه يا دكتور. بس قبل التعقيب بتاع الاستاذه، انا كنت مفتكرك برضه هتقول الحته بتاع التغمد وتنط. طبعا دكتور انور ده المجازفه. ايوه نعم. ما شاء الله، يعني انا دائما بقول له والله لو لقيت شجاعتك دي بكره بمسك السودان يعني. الله يديك العافيه. تسلم كثير، مداخله يعني جميله وكده. ريم كنت عايزة أشكركم يعني، وطبعا هي الأستاذة مي علي بابكر قدوة يعني لكمية من الشباب والشابات في السودان، سواء كانوا هم في الدراسة الجامعية أو يتخرجوا أو شغالين، دائما هي ملهمة ومشجعة وعندها زي ما بقولوا positive energy. لكن كنت عايزة أعلق على دكتور أنور، كنت عايزة أقول له إنه زي ما بقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل امرأة عظيمة رجل. البشمهندس أشرف اللي هو زوج الأستاذة مي هو أصلا معانا هسه هنا في الزوم، وأنا متأكدة جدا جدا إنه هو ليه بشجيعة التحية، ليه التحية ليه التحية. طبعا دي الاكسبشنال كيسز يعني. النورم طبعا شنو، لو شفتي انت انا بدي اقول لكم الكلام ده اخوانا من واقع الونسه بتاعت الرجال في الجروبات، صحيح الواحد تلقاه مرته زي القمر وزول الناجحه والورثه كلها والله قالوا ما عارف شنو اثنين والثالثه مجان، كلام فارغ يعني. فلو التحيه يا استاذ اشرف، وليا التحيه دكتوره مي، احنا والله سعيدين بكم فخورين بكم، شكرا جزيلا. شكرا لك. ياسين يو ار ميوتد.
ياسين يو ار ميوتد. دكتور ياسين افتكر بنكون عملنا لك ميوت بالخطأ. دكتور ياسين ايوه والله ممكن جا الحمد لله على السلامة. اوكي اتفضل يا هيثم. يديك العافيه والله يا اخي، انا كنت دارك لكن اجلت كل الحاجات بس بقيت مركزه مع الاستاذه باي. وبعدين والله تجربتها بجد جميله. انا دائما بحب استمع للناس اللي عندهم قصص لها بالتسعينات، اللي هي الفتره كانت الحكومه كانت على وجهها، وفي كثير من الناس اتاثروا اكاديميا. ف بروف نيمير الله يديه العافيه ذكر الحاجه دي، وحسن زمان برضه ذكرت الحاجه دي. فده بالنسبه لنا احنا الناس اللي قالوا يعني في عهد النظام البائد، فبنحس انه لا يعني انه الحاجه دي ما كانت وصمه عار، انه انت اتاثرت ايام الجامعه سواء اكاديميين او سياسيين، دي ما كانت وصمه عار، انك انت حصلت منها وبتمشي ما شاء الله كلها نماذج ناجحه. انا ده اسال السؤال بتاع الاغرام برضه، يعني كيس ان هي برضه من خريج الاقتصاد، وانا افتكرت هي اصلا قرات اقتصاد عن رغبه لكن طلع باي اكسيدنت، لانه انا دائما بشتغل ناس اقتصاد، وانا قصتي طبعا حكيتها انه انا بناء على حبي للاقتصاد، وكان عندي درجات تقريبا حاجه ثانيه لكن انا بس اقتصاد تحديدا. فحس هي في التسلسل بتاع الشغل كلها لاحظت هي بقت مركزه في الحته بتاعت الاريا بتاعت الجندر والبوبيليشن وتطويره والدول الناميه، لكن هل هي ماخذاها من جانب اقتصادي ولا من جانب اجتماعي؟ ده السؤال بتاعي يعني. شكرا. تفضل استاذ مي. اوكي في انذر هاند، في حد رافع ايده لو اجاوب سؤاله وحاجيه، لانه لسه عندنا بالمناسبه الوقت فيه يعني ما اوكي تمام أوكي. طيب بالنسبه ابتدي من الحاجه الاخيره حقت الاقتصاد هيثم، اشتغلت في كل الجهات حقته زي ما قلت لك، يعني انا حاولت انه موضوع الجندر ده لانه فيه كل الدايمنشنز دي، فيه الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، فانا اشتغلت في الحياه المختلفه دي. يعني انا لما اشتغلت في اليو ان دي بي كان الموضوع بتاع البوليتكس، لما جيت في يو ان اف بي اي كانت عن الصحه الانجابيه كويس، لما جيت في الافريكان ديفلوبمنت بانك انت بتشتغل يلا في كل المجالات، بتشتغل في الانفراستراكشر يعني بتاع البنيه التحتيه، يعني حتى الناس ما بتخيلوا انه في جندر دايمنشن في الشوارع وفي المباني وفي الايربن ديفلوبمنت وفي كده. بعد ذاك في التعليم وفي الجانب الثاني، لكن في حياتي ليتر اون بعد البنك الافريقي جيت اشتغلت في اليو ان ويمن دي، كنت ادفايزر في الايكونوميك امباورمنت، الشغل بتاع التمكين الاقتصادي للمراه، فاللي هي ما فيها سيدات كثير بيشتغلوا في موضوع التمكين الاقتصادي ده، اللي هو من الناحيه الماكرو يعني الماكرو ايكونوميك اسبيكت اوف ات، انه السياسات الاقتصاديه كيف انها تكون من الاول خدت في بال الحته بتاعه الديفرنت نيدز اوف ويمن من الاحتياجات المختلفه للمراه والرجل. معلش انا الانجليزي كان صعب بقى يجي سريع. فالاحتياجات المختلفه للنساء والرجال، كيف تتاكد انه النساء مستفيدين من السياسات الاقتصاديه للبلد، كيف انه لما يتعمل الموازنات يكونوا حاطين فيها شنو حيمشي لتمكين المراه وهكذا. فجيت للجانب الاقتصادي اشتغلت فيه شويه سنتين لما جيت في اليو ان ويمن، اللي هو اشتغلت في الدول العربية، اللي هي الدول العربية فيها الجانب حق انه مشاركة المرأة الاقتصادية اقل حاجة في العالم، يعني النسبة حقتها في العمل اقل واحدة في العالم، فاشتغلت فيها لما كنت في يوم من، فده الجانب الاقتصادي. بالنسبة للكلام بتاع انور حق النساء، دفنتلي في ايشو حق انه النساء الطريقه اللي هم بتربوا بها من الاول ما بتعمل، عشان كده لما هسي بيتكلموا على تغيير المناهج والكلام ده، الكلام ده بيمشي في المناهج وبيمشي في التربيه وبيمشي في التلفزيون وفي كل حاجه، ما هي انت السوشياليزيشن او التنشئه الاجتماعيه دي ما كل الناس ده بيلعبوا فيها دور كويس، فبيبتدي من هناك انه انت بتديهم بتنميهم بانه يعرفوا انه هما زيهم زي الاولاد ما في فرق، وانه من حقهم يتكلموا، وانه ما ينهروها، وانه الناس تتكلم مع بعض، يعني مش ما ينهروها بمعنى انه تديها وضع مختلف، لكن انه الناس يكونوا زي بعض في احترام في كلام ما عنده علاقه ببيت ولد. فدي هي البدايه من هنا. بعدينك
لما تيجي بعدك للشغل في الكوربريت، ودي حاجه انا واجهتها يمكن ناسي لما اجي لكلام البنك الاسلامي، انه انا كنت الزوله الوحيده اللي هي يعني هو البنك الاسلامي ده جه فيه قبل كده سيدات، واحده كانت دايركتور وقعدت 8 شهور ومشت، واحده كانت مانجر برضو قعدت سنه ومشت. فانا كان بالنسبه لهم التارجت حقهم انه انا اقعد يعني اكمل السنه دي، يعني اكسر الباد لك حق السنه دي، انه اكمل سنه وشوفوا حقعد ولا ما حقعد، لانه هو مجتمع اغلبيته رجال، البنك الاسلامي ده اغلبيه الشغالين فيه رجال، فكونه انه تكون فيه مراه في 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 يعني مركز بحث صنع قرار دي كانت حاجه غريبه. فلما تقوم تقعد في ميتنج، انا كنت بكون في الميتنج، بيكون انا وبيكون الاذر يعني الناس اللي معاي في الزملائي ممكن يكونوا 30 او 50 راجل وانا بس. فحتى لما مثلا يتكلموا بيكونوا بيتكلموا هم مع بعض وبيرفعوا يدهم، انت بترفع يدك عشان تتكلم زي ما هنا في الزوم ترفع يدك عشان تتكلم، انا بكون برفع يدي ممكن ما يتجاهلوني، لا هاف تو سي انا عندي حاجه عايز اقولها، عرفت كيف؟ فبعدها بيجي انه لازم يكون عندي. بعدين قام الفايس بريزيدنت بيجي يقول خلاص نشوف ما يقول، لا انا ما عايزه يعني بريفرنشال تريتمنت، انا ما عايز انك تعاملني كزول عندي وضع خاص، انا خليني اتكلم لما ارفع يدي الناس تسمعني، لكن ما انه كده خلاص نخليها مسكينه تتكلم في الاول. الحاجه الثانيه برضه قاعد احكي بيها وبيضحكوا معايا زملائي واصحابي، انه هناك في البنك الاسلامي للتنميه الناس بيقولوا براذر وسيستر، ما بيقولوا يعني كوليج ولا فلان ولا باسمك سايق، فهم متعودين على البرادرز، فحتى لما يقوموا يجيبوا الاتندنس بيكونوا كاتبين برادرز وبيكونوا كاتبين اسمي. فقمت قلت لهم انا ما حامضي، انا ما حامضي على الاتندنس. اول مره سكتت، ثاني مره بس يعني ده شنو، فثالث مره قمت قلت لهم انا ما حامضي على الاتندنس ده لغايه ما انتوا لو اصلا مصرين على برادر وسيستر تكتبوا سيستر. فقام الراجل يعني اسيستنت، ما لي ما مشكله مشي حالك يعني، وانت قلت لي لكن بت ام نوت براذر. فقام بقى الناس بيجوا بيقول لي اللي بيقرب يقوم يقول لي خلاص سميكي براذر سيستر مي، ده يكون الاسم حقي كان جديد. فبعدها بقى انه في سيستر مي، وبقى في انه لما يتكتب الايميل بيتكتب بانه سيستر وبراذرز، لانه انا اي ام ذا اونلي سيستر ده والبراذرز الثاني. فهي بتتطلب من الزول انه يعني يتحدى نفسه ويتحدى الهيريتج اللي هو جايبه، ما انت دي حاجات موروثات انت قاعده جواك رغم انك انت بقيت زول مستنير وبتفكر بطريقه مختلفه وكل حاجه، لكن في جزء من الحاجات بيكون قاعد جواك يعني. فبعدك خلاص يعني بقى زول يعني زي ما بيقولوا كارف يعني الحته حقته قدرت ترسمه وتنحته وتكون قاعده وتمشي بعدك. ممتاز جدا، نحن ناخذ بس مداخله من محمد بعد ذاك من واصل ونرجع للمداخلات بعدين يعني. تفضل يا محمد، ممكن تعمل اميوت لنفسك. طيب السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد عبد اللطيف، صراحه انا مستمتع جدا يعني مع انه كل الكلام او جزء كبير من الكلام بيتقال ده انا عارفه، يعني ميدي يعني الثلاث سنين اللي قالتها بتاع جامعة الخرطوم دي يعني بدأنا من تحت سوا كلنا، يعني يعني أخته زميلة وأشرف ذاته يعني زميل من الثانوي، ويعني أخوان عمر مي وأشرف صراحة لله يعني. فأنا مستمتع جدا والله بتقولوا مي ومي مي، يعني أنا شاهدتي فيها مجروحة، لكن أنا دار أقول إنه الكبل ده مع بعض يعني مي وأشرف ديل يعني كبل استثنائي صراحة، يعني زي ما قالت الأستاذة ستار كبير يعني وراء كل عظيم، يعني الكبوت ده بالمناسبة بتقول فيهم إذا ما وصلته بالساحل، الناس زي تعبوا والناس زي عانوا، الناس زي كان في كمية من التضحيات على مستوى الأسرة نفسها، الناس زي قصة الأسرة من تونس لكوت ديفوار لمصر للسعودية أسي، وبعد ما قلنا خلاص يتلموا في السعودية ناس قاموا مشوا كمان نورث أمريكا، يعني الناس دي يعني صراحة تعبوا وعانوا ويعني مي شخصية مميزة، يعني مما كانت يعني قبل ما يتزوجوا يعني ما كنا جروب، يعني مي شخصية مميزة، مي شخصية عندها حضور في أي مكان تكون موجودة فيه، يعني مع الناس مع الأصحاب، مي صاحبة أي زول، قريبة من أي زول، أنت بتفتكر هي صاحبتك أنت أكتر زول، والتاني بيكون مفتكر هي صاحبته هي أكتر زول يعني.
والكلام ده بصراحه ينطبق عليهم الاثنين، عن الشخصيتين يعني. سبحان الله يعني، دايما بيقول لك الراجل والمراه في بيناتهم بيكون في شيء مشترك، الراجل ومرته، فهم يعني السمات يعني مشتركه كثيره جدا. وانا والله مداخلتي يعني، انا عرفت بالزوم ده يعني يمكن قبل ساعه ساعه وشويه كده، وحبيت ادخل واتبسطت لما لقيت استاذنا فاتح المشاركات. فانا يعني اتمنى لهم التوفيق، وربنا يوفقها ويعني يفرحها باولادها وينجحها ويحفظ لها اسرتها، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله دائما. اللهم شكرا جزيلا يا استاذنا. شكرا شكرا لك كثير يا استاذ محمد، يعني مداخله تره. طبعا انا اشوفه يا جماعه البرنامج ده الفكره بتاعته اهي دي الحاجه دي، زي ما تفضلت يا احمد، انه بنجيب الناس الناجحين ديل، لانه انا متاكد انه ما في زول نجح بالصدفه، ولا في زول نجح لقى انه والله صحى من النوم لقى في ملعقه من ذهب في 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 فمه يعني. فالناس دي تعبوا واجتهدوا وعانوا معاناه ما عاديه يعني. هسه انت اديتنا جانب ثاني كمان بتاع انه الاسره انت تنقل من هنا لهنا من هنا لهنا، يعني الحاجه دي طبعا مزعجه جدا جدا يعني، وحاجه يعني ما في زول يعني ممكن تضحي بشغلك عشان الموضوع ده، يعني انه الاسره بتاعتك تكون سيتل كده. فكتر خيرك كثير. وطبعا احنا لحد الان يا دوب يعني مرت ساعه وربع ولسه عندنا ساعه في البرنامج ده، فاكيد طبعا مداخلاتكم محتاجين لها كثير وبتسعدنا يعني. عندنا ثاني مداخله قبل ما استاذ ما يتواصل، بس معليش عشان ما نكون متحيزين. منال ممكن تعمل ام ميوت؟ تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا على الفرصه، وشكرا جزيلا لميعالي على الطرح الجميل اللي قدمته لنا. وطبعا زي ما بقول احنا شهادتنا فيها مجروحه لانه اصدقاء جامعه، لكن في حته انا دايره برضه تذكره، لانه انا بعتبرها حته مهمه جدا في نجاحها، اللي هي تربيه اطفالها. فلانه المفهوم بتاع انه المراه الموجوده وقاعده في بيتها هي بتربي افضل اتنفى في حاله مي. فإحنا دايرين نناقش الحتة دي ونفهم المجتمع إنه المرأة ممكن تنجح وتنجح في تربية أطفالها. شكرا جزيلا. تفضل أستاذ معي. شكرا جزيلا على كل المداخلات الجميلة. أنا ما كنت متوقعة صراحة، فعسي بحاول أرجع حبل الأفكار زي ما كان. فوقفنا في البنك الافريقي، مش كده؟ نعم، وقفنا في البنك الافريقي. حرجي طبعا لسؤال منال، بعدين انا كتبته عندي يعني. تمام. طيب جيتي بعد ده خلاص يعني البنك الافريقي، تشبعتي بالخبره وكده، انا بس عايزك تدينا فكره انه البنك دوره شنو. البنك انا صراحه لاول مره اشوفه في الـ في الـ في الـ في السي في بتاعتك، لانه باعتباري انه انا ما عشت في السودان كثير وما قريت في السودان، احتمال اكون ما فاميليا والحاجه دي كده، بس ادينا خلفيه عن البنك يعني. البنك الافريقي للتنميه قصدك؟ نعم. اوكي. البنك الافريقي والبنك الاسلامي هما الاثنين عندهم نفس الـ يعني تايب اوف مانديت، اسمهم المالتي لاترال ديفلوبمنت بانك، البنوك المتعدده الاطراف، اللي هي دي بتشتغل في البلدان اللي هي اعضاء. كل بلد من البلدان دي بيكون عندها، كل بنك عنده دول اعضاء. الدول الاعضاء ديل بيكونوا شير هولدرز، بيكونوا خاتين قروش في البنك ده، مشاركه بسيطه كويس، لكن المهم انه بيساهموا بها كل فتره. طيب البنك الافريقي للتنميه ده بالتحديد هو بنك الافارقه. البنك ده يتكون في السودان في سنه 1964، واول رئيس له كان مامون بحيري. دي حاجه في تاريخ البنك، كل ما يكون البنك ده في يوبيل ذهبي ويوبيل فضي وكل الكلام ده بيذكروا الكلام ده. البنك عنده جواز ليسي باسي، جواز بتاع مرور بتاع البنك الافريقي للشغالين فيه عشان يقدروا ينتقلوا بين الدول الافريقيه. مكتوب فيه انه في الخرطوم سنه 1964. الحاجه دي انا كنت دايما بقراها بفخر، انه احنا كنا مؤسسين البنك ده، فكرتنا والبنك ده كان المفروض يكون بيست في الخرطوم كويس، لكن السودان في وقته ده اللي كان وقت العظمه 1964 قال والله السودان اوريدي متطور، والسودان اوريدي كان فيه اسمها شنو المصرف العربي الافريقي، احنا نخلي الهيد كوارتر حقت المقر الرئيسي للبنك الافريقي في كوت ديفوار، عشان كوت ديفوار يعني بلد محتاجه تنميه، وخلي عشان يبقوا الناس يمشوا واقتصادهم يتحسن. تخيل احنا كنا كيف.
فده البنك الافريقي للتنميه، فهو بنك المانديت حقه انه هو ينمي الدول الافريقيه، ينمي افريقيا بكل حاجات، تنميه اقتصاديه واجتماعيه وشوارع ومدارس وكل حاجه. كويس؟ فانا كنت دايما بحس بالفخر انه انا شغاله فيه، انه انا بنمي في بلدي وفي ناسي، وكيف انه الزول اللي بيكون بان افريكانيزم كده وبيحب افريقيا بيكون حاسس بالشعور ده. والشغالين في وفاقه وفي دول غير اعضاء اللي هي برضو غير نون ريجنال، لكن اعضاء زي الدول الاوروبيه وكده. خلاص؟ فده المانديت بتاع البنك الافريقي. البنك الاسلامي بيعمل نفس الحاجات اللي بيعملها البنك الافريقي، وبيعملها البنك الدولي والبنك الانتر امريكان بنك والبنك الاوروبي، كل البنوك المتعدده الاطراف دي عندها نفس المانديت. البنك الاسلامي الفرق بينه وبين البنك الافريقي انه بيشتغل في الامه الاسلاميه. كويس؟ يعني التارجت حقه ما بس الدول الاعضاء، فيه المسلمين في العالم. يعني بتشتغل انت على الاطار حق الدول الاعضاء اللي هي 57 دوله اسلاميه. كويس؟ وبتشتغل على المجتمعات المسلمه في الدول غير الاسلاميه. يعني في عندك مشروع بيكون في استراليا وفي كندا وفي اي بلد ما فيه اقليه مسلمه، انت بتشتغل عشان تساعد الاقليه المسلمه دي. فهو بنك عنده المانديت ده. الحاجه الثانيه، هو اسمه اسلامي غير انه عشان هو متابع طبعا للمنظمه التعاون الاسلامي، لكن غير انه هو يعني هدفه الامه الاسلاميه، انه هو بيشتغل بالاسلاميك فاينانس، التمويل الاسلامي اللي هو ما فيه ربا. ما يعني انت بتسلف الدول دي قروش لكن ما بتاخد انترست. انت بتسلف الدول دي ما بتسلفها قروش، بتسلفها الحاجه اللي انت مثلا دار تبني مطار، انت بتسلف المطار، هو بيدفع لك مقابل المطار ده، كانهم اجروا منك لحد ما تكمل القروش، المطار ده يبقى حقك. فهمتني؟ فبيطلع من الحته حقت انه يكون في انترست ريت. فده الفرق حق البنك الاسلامي، وده المانديت اللي هو يعني اتراكتد مي انه انا اجي اشتغل فيه، وبالاضافه لوجوده في السعوديه، بالاضافه يعني كانت عنده مميزات كثيره، وانه السعوديه قريبه من السودان، بالتالي بالنسبه لزوجي ممكن يبقى يجي بصوره احسن، بالنسبه لوالدتي بقدر اجيب اهالي الباقيين، اهل زوجي كده. فدي كانت كلها العوامل اللي بقى البنك الاسلامي. لكن البنك الافريقي كان في تونس، وبعدين كان في كوت ديفوار اصلا، وبعدين حصلت الحروب قاموا نقلوه لتونس 10 سنوات، بعدك نقلوه تاني لكوت ديفوار، اللي هو احنا في مرحله حياتنا دي عشنا في تونس، وبعدين مشينا عشنا في ساحل العاج. حتى بعدك هنا انتقلنا من البنك الافريقي لليو ان ويمن اللي هي في مصر، وكان الفوكس فيها موروف انه نشتغل على العالم العربي بس. كان طيب قبل ما تغادري لنا المحطه بتاعت البنك الافريقي للتنميه، ساحل العاج. ساحل العاج كمحطه في الحياه، ساحل العاج كانت تجربه جميله جدا جدا ومختلفه جدا جدا، لانه احنا مشينا ساحل العاج زي ما قلت دايما في لسبب يعني، لكن المهم السبب ما حادخل فيه باعتبار انه حاجه مرتبطه بزميل توفى ربنا يرحمه، لكن كنا يعني بنفتكر انه واحده من الاسباب اللي ودتنا ساحل العاج انه الزميل اللي توفى ده انه نكون معاه يعني في اخر لحظات في حياته يعني. فده بفتكر انه ده كان الهدف منها. لكن ساحل العاج كانت تجربه جميله، لانه تونس طبعا بلد حلوه والحياه سهله ولطيفه والجو ظريف وكل حاجه حلوه. خلاص؟ مشينا ساحل العاج. ساحل العاج دي احنا اول ما وصلنا اول يوم كان في مطره كونتينوس ما بتقف ولا ثانيه، والناس برا لابسين بتاعت الزباله لونها اسود عشان يقدروا يمشوا في المطره دي عشان يعملوا حاجاتهم، والحياه ما بتقف بالمطره. ودي كانت بالنسبه لنا حاجه غريبه لانه جايين من السودان. انا ضربت الناس الشغل قلت لهم انا ما حاجي لانه المطره صعبه، هم قال لي ما في حاجه اسمها المطره صعبه، البلد دي فيها 6 شهور المطره صعبه ففي شغل. فلو احنا جايين من السودان المطره دي بتقفلوا بتقعدوا في بيتكم. فكانت حاجة ممتعة جدا، بلد مختلفة بكل المقاييس، عندنا ثقافة يعني يمكن تكون أقرب لجنوب السودان من السودان ثقافة والناس وحياة الناس. فإحنا كنا بنتفرج كلنا أنا وزوجي وأولادي في إنه دي الحياة الجديدة اللي إحنا فيها، وكيف إنه نقدر يعني نواصل في إنه يعني نربي أولادنا بكل مفاهيمنا وموروثاتنا والجانب الديني. إحنا الأولاد يمكن يعني احب شويه في كلام منال،
الاولاد يمكن حاجه اساسيه كانت بالنسبه لي، انه بالنسبه لينا يعني احنا الاثنين، انه الاولاد ديل يطلعوا اولاد سودانيين. طبعا كانت حاجه صعبه جدا تطلع اولاد سودانيين في مجتمع ما سوداني وما فيه سودانيين كتار، وفي نفس الوقت انت بتوديهم مدرسه، المدرسه بتتكلم انجليزي وبتتكلم فرنسي، لكن ما بتتكلم عربي. فده كان حاجه ما سهله بالنسبه لنا انه احنا نشتغل في الحته دي. فانا مثلا كنت في البيت بيتكلموا معايا انجليزي وقالوا انا ما فاهمه، انا والله ما فاهمه، لو ما تكلمتوا معايا عربي انا ما حارد. وبالطريقه دي كان هم بيتكلموا عربي، بس لو اتكلمت معاهم بيتكلموا عربي تمام جدا جدا كانهم عاشوا في السودان، لكن ده كان بمجهود زي ده. الفرنسي الجبال قلته، جيت البنك الافريقي اللي هو البنك الافريقي فيه لغتين الانجليزيه والفرنسيه، فده قمت اقعد في الاجتماع بيكون انه كل زول من حقه يتكلم بلغته، يا اما انجليزي يا اما فرنسي. فانا قاعد عشان افهم الفرنسي اقوم اخدت السماعه عشان اسمع الترجمه الفوريه، فقمت قلت انا هعمل كده كل اجتماع، انت يا ميمه عندك حبه يعني معرفه شويه بالفرنسي الاول اللي انت درستيه في السودس في جامعه خرطوم؟ فبديت اقوم اهوي السماعه، بخلي اذان جوه واذان بره، فالكلمه اللي ما بفهمها بقوم بسمعها بالاذان دي. يعني كان دائما بتذكر بيكرر يقولوا بي بي، قلت بي دي شنو؟ فقمت خديت كده السماعه بقيت عرفت انه بي دي معناها بلد، معناها كونتري. فبقيت بالطريقه دي دويت الفرنسي حقي، بقيت يلا بقعد الناس بيتكلموا، بقيت في الاخر يعني بالتدريج ما باخد السماعه، بقيت انا فاهمه هم الكلام ده اللي بيقولوا. اي هسل المرحله اللي انا فيها اي حوار ممكن يدور بالفرنسية طالما هو في إطار العمل حاجة بروفيشنال أنا بفهمها، لكن لو الناس بتتونس وأنا ساكت أنا ما بفهمها، لأنه الحصل إنه استخدمت بقول عليه شنو الفيجوال ذاكرة يمكن ولا حاجة زي كده، إنك أنت بتفكر إنه لما تشوف الحاجة مكتوبة بال بالانجليزي وتعرف انه الفرنسي عباره عن الحاجه دي لكن بتنطقها بطريقه مختلفه، فببقى انا شايفه الكلمات قدامي بالانجليزي واقدر افهمها انها هي شنو. فالمهم لما قعدنا في كوت ديفوار برضه ساعدنا الحبه الفرنسي دي، وزوجي لما كان في تونس درس الفرنسي وهو كان اكثر زول، هو محركنا وبيتكلم مع الناس وبيعمل اي حاجه لانه هو عارف اللغه مظبوط وبيقدر يتحاور بها. انا بس في البروفيشنال لايف، لكن هو بيعرف انه يناقش بتاع الخدار وبتاع التاكسي وبتاع اي حاجه. فكانت حاجه مهمه انه الزول انه فعلا يعرف اللغه حقت الناس وانه يقدر يتقبل الناس باختلافاتهم وبحاجاتهم، وانه استمتعنا ببلد مختلف باكل لذيذ بتاع بابايا واناناس، الحاجات اللي احنا كنا بنسمع بها سمعوا هناك بتلقاها كده قاعده، وبينه انت عايش في بلد نفسه بتلفت عين ليك، يعني انت مختلف ولا انت شكلك زيهم وكل زول بيكبر زي ما انت، وما في زول بيتساءل انه انت لابس كده ليه ولا عامل كده ليه. ودي كانت حاجه مريحه جدا جدا. الحاجه اللي كانت تيرنينج بوينت في حياتنا الايبولا، اللي هو احنا في الوقت ده بعد ما جينا قعدنا في ساحل العاجب بيومين اعلنوا الايبولا في ويست افريكا، وكانت الناس كلها في حاله بانيك وانه ما تطلعوا زي الحاصل هسي في زمن الكورونا. ولما جت الكورونا ما حصل لنا ديبريشن لانه كنا مرينا بالتجربه التعيسه دي قبل كده، انه تكون مقفول وما تسلم على زول ولازم الهاند سانيتايزر ولازم كده، لانه كانت الايبولا في غرب افريقيا واحنا كنا شاكين انها موجوده في كوت ديفوار، ولانه هم ما بيعلنوا عن حاجاتهم بس بيخوفوك كده، فانت بتقتنع انه في حاجه غلط. فبقينا عاملين حسابنا ولا بنطلع ناكل في حته، والاولاد شايلين معاهم الهاند سانيتايزرز في الشنطه وكده. لكن زي ما قلت لك يعني كانت التجربه الجميل فيها الاحتكاك مع الناس المختلفين. طيب انا في الحته دي معلش اسمح لي، انا هندخل اشرف. استاذ اشرف مرحبا بك. اشرف بابكر ممكن تعمل ام ميوت يا اشرف؟ مرحبا بكم، سامعيني؟ هاي اللي سامعنا تمام، اتفضل. الله يخليك. انت داير نتكلم عن ساحل العاج شويه. ساحل العاج بلد ما بيشبه اي محله ثانيه يمكن مشيناها، لانه البلد بطبيعتها احنا معظم المحلات الحمنة فيها كانت محلات عربيه، طبعا الناس فيها مختلف، لكن لما تمشي ساحل العاج البلد مع انه مناخها مختلف جدا لكن هي بلد الناس فيها بيشبهونا طبعا،
يعني طبيعهم وسلوكهم وحاجاتهم بتحس انه انت زي القاعد في السودان، ما بتحس بانه انت زول غريب او مستغرب. محل ما تمشي انت بتحس انه انت زي اللي اتحركت جوا البلد، مشيت قعدت في حتة داير تاكل داير تشرب، ما في حاجه مستغربه في الحاجه دي. يعني المشكله الاساسيه كانت في حاجز اللغه، وحاجز اللغه هو انا كان يعني درست الفرنسي وجيت، فبقيت انا قادر اتعامل مع الناس ديل، اتفاهم معاهم لانه هم ما بيتكلموا اي حاجه غير الفرنسي، حتى الزول الامي بيتكلم فرنسي في ساحل العاج. فهي تجربه كانت مختلفه جدا، بتشوف نمط من الناس ما بتلتقي وانت في مجتمعاتنا. نحن ما ناس زي ما بيقولوا قاعدين في المينا ريجون، فالمينا ريجون ده انت ما بتلاقي الناس زي الافارقه بكل اطيافهم. وانا طبعا لانه ما كنت شغال وتيحت لي فرصتي انه انا كمان اقوم بمشي الاسواق بتحرك، فبتلاقي كل تقريبا قبائل غرب افريقيا بتلاقيها هناك، من موريتانيا في اقصى الشمال لغايه نيجيريا في يعني اقصى الجنوب هنا تحت. فهي تجربه مختلفه جدا وثره جدا. الله يديك العافيه اشرف، شكرا لك على المداخله بتاعتك، ونرحب بالناس اللي جونا قبل شويه يعني برضو في اللايف في الفيسبوك، وما زالت المنصه مستمره مع الاستاذ مي علي بابكر خبيره التنميه والجندر. بعد ما نسميك نواصل يلا بعدها النقله من البنك الافريقي لبنك التنميه الاسلامي جده. يس، في النص طبعا كانت فيها مصر السنتين حقنا اليوان ويمن دي، اللي هي كانت فتره جميله جدا بالنسبه لنا كاسره. وكنا فيها انا واشرف شغالين في نفس الحته، ودي حاجه بفتكر يعني في السودان بتحصل لما تكون انت شغال في بنك، يعني لما تكون في بنوك بتلقى انه في ناس يتلاقوا في البنك ويتزوجوا. لكن كانت ظريفه الفكره انه احنا كنا شغالين في نفس المنظمه، وكنا بنمشي ونتمشى ونجي راجعين، وشو كانت يعني فكره كانت لطيفه جدا كتجربه. لكن كانت الغريب فيها الجانب بتاع التعامل مع العالم العربي، اللي هي كانت دي التجربه بالنسبه لي مختلفه وشويه شوكينج في بعض الحاجات. لانه في افريقيا زي ما قلت يعني انت بتحس انه انت زيك زي باقي الناس ما في فرق، لكن بالنسبه للعالم العربي لا، في فرق انه انت سوداني، في فرق انه الناس المختلفين يعني مثلا شنو، انا بكون قاعده في اجتماع وبتكلم وبحس انه الناس بيعانوا لي، كلهم هم كل الناس بيعانوا لي ليه، بعدين بتكتشف انه انا الزول الوحيد الشكلي مختلف من الباقيين. هي دي حاجه انا ما انتبهت لها، يعني لانه كنت في البنك الافريقي انت زيك زي الناس الباقيين كلها، نفس اللون نفس الشكل، فانت هنا ده مختلف، انت بتقعد معاك ناس من مصر ومن لبنان ومن شنو، وعندهم طبعا جواهم وحاجاتهم واختلافاتهم وتمييزهم ضد الزور كل الحاجات دي. فكان في جانب زي ده انا عشته وما كان حاجه سهله. وبرضه كانت فيها تجربه صعبه حقت انه لما تكون انت شغال مع زول، الزول ده قدراته اقل منك، الزول القدرات وأقل منك ده بيقوم بيعمل لك يعني ممكن يحاول يهاجمك عشان انت ما تحس، يعني اخط التعبير كيف، يحاول يهاجمك عشان انت تحس انه انت ما كويس، ما good enough، ما بتعمل شغل كويس، وبيخليك تحس انه دي مشكلتك يعني في تاني. ودي حاجة انا مريت بها وكانت تجربة صعبة، لانه لفترة I question myself، لفترة وانا فكر انه صحيح يعني يا ربي انا فعلا ما بعرف اعمل الشغل ده كويس. وبعد شوية أريلايز إنه لا، ما عشان كده القصة دي، عشان إنه الزول ده الحاجة اللي أنت بتتكلم فيها دي حاجة هو ما فاهمة وما عارف يعمل لك فيها شنو وما قادر يفتلك فيها، فبالتالي الأسهل إنه حسسك إنك أنت ما بتعرف أي حاجة وإنه يتجاهل حاجتك أو يتجاهل كلام. فدي كانت فيها مرحلة بتاعت استرجل كانت صعبة، ولولا يعني الدعم حق يعني أسرتي ولولا دعم حق أولادي في المرحلة دي ما كنت بقدر أطلع منها. فقضيت لي يعني a couple of months كانوا ريلي صعبين، وبعد ذاك يعني شفت إنه لا، يعني إنه أنا لازم أفكر بطريقة مختلفة، وإنت لازم يعني تكون عارف إنه إنت شنو مقدراتك شنو والزول قدامك ده شنو، وتعرف إنه في ناس في الدنيا عندهم مشكلة إنه الجزول هو بيقدر يمشي قدام.
نعم الحاجة المهمة جدا اللي أنا عايزة أقولها واللي هي أنا يعني هنا الليلة بتكلم عنها، إنه ما تخجلوا من إنكم تتكلموا عن إنجازاتكم، ما تتفلهموا بيها، لكن قولوا أنتوا عملتوا شنو، أنتوا بتعرفوا تعملوا شنو، لأنه الحاجة دي بتعمل فرق. يعني الزول اللي احنا في السودان، الانسان السوداني المتعود انه يكون هامبل، يكون هو متواضع وما بيتكلم عن نفسه، وعشان الناس ما تفتكروا انه هو متفلهم، وعشان هو يعني حتى احنا، انا الزول مربي تربيه صوفيه من اهالي وجدي، وشنو انه الزول لازم يكون زاهد في الدنيا والكلام ده كله، لكن في مجتمع في الشغل وبالذات للنساء مهم انه انت توري انت بتعرفي تعملي شنو، عشان ما الناس تستهون بيك، وعشان ما الناس تحقر بيك زي ما بيقولوا. كويس، مهم انه انت توري انك بتعرف تعمل شنو وبثقه، والزول الثاني لو عنده مشكله دي مشكلته ما مشكلتك، دي حاجه مهمه جدا. يعني انه الزول يكون عارف انه حتى لو انت اتخذت في موقف انه زول بيحاول يقلل من قدرك او من امكانياتك، تكون عارف انه دي مشكله الزول ده. هسه انا عندي تعبير مع شباب في حياتي بيقول انه الزول ده الله يعينه على نفسه، بس انه البني ادم ده الله يعينه على نفسه، لانه الحاصل عليه ده كتير، فما بفكر في انه اتس ماي بروبلم ولا انه دي حاجه هنا، دي مشكله الزول ده ربنا يعينه على نفسه وبس. ودي بتشيل منك هم كبير ووقت كتير بتقضيه في زعل وفي حزن وفي دبرسه وفي questioning yourself والكلام ده كله. طيب، لكن عشان كده انا كنت لازم اتكلم عن التجربه حقتي. يعني في حاجه عايزه اقولها عن اولادي، لانه بفتكر انه حاجه مهمه. الاولاد ديل هم قاموا في 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 يعني في المرحله الانتقاليه اللي احنا كنا عايشين فيها دي للباست 11 ييرز ولا 12 ييرز، هسه انه احنا قاعدين متنقلين من حته للثانيه. القصه دي فيها نيجاتيف وفيها بوزيتيف، لكن انا عودتهم دائما انه هم عانوا الحاجه البوزيتيف. كويس، الحاجه البوزيتيف انه هم ناس هسي انا وابوهم لو لا قدر الله بقينا فور اني ريزون ما موجودين، كويس، في الدنيا دي هم ممكن تاخدهم في اي حته يمشوا فيها. يعني هم تعودوا اللي هو هسه التعبير اللي بيقولوه في الدنيا الريزيلينس، كويس، انه هم عندهم قدره على يتكيفوا مع كل الاوضاع ومع كل الناس وجنسيات مختلفه، كويس، لانه هم كانوا في المدرسه مع ناس مختلفين، جنسيات مختلفه، اشكال مختلفه، عارفين انه في تفرقه بتحصل، عارفين انه في زول ممكن يعاملك كعب شيء، انت شكلك شنو، ولا انت جاي من وين، ولا انت عندك شنو. دايما كنت بقول لهم حاجه وبضحكوني، لانه كنت دايما بقول لهم من بدايه حياتهم وهم صغار، احنا ما نقدر نشتري الحاجه دي عشان احنا ما عندنا قروش، القروش دي ما نقدر نعمل بها الحاجه، ما نقدر نعمل بها كده كده كده. فكانوا حتى بنص اصحابهم والله كنا عايزين نشتري الحاجه دي لكن ماما قالت ما عندنا قروش. كويس، لما جينا دخلنا المدارس، البنك الاسلامي والبنك الافريقي والمنظمات الدوليه دي كلها عندها حاجه اسمها education grant، بيدفعوا للزول جزء من تعليم اولاده، ودي كانت الحاجه الاساسيه الموتيفيشن الاساسي خلانا انه نمشي في المجال ده. طيب، فانا كان حرصي زي ما قلت لكم قبل انه تعليمهم ده يكون احسن حاجه، خلاص. فهم في المدرسه دي، انا بقول لهم انتوا في المدرسه دي معاكم ناس غنيانين، لكن احنا ما هنا عشان احنا ناس غنيانين، احنا هنا عشان الشغل حقنا بيدفع لنا جزء من التعليم حقكم، وانه دي الانفستمنت حقتنا، ده استثمارنا في الحياه فيكم انتوا، خلاص. فهم قاموا مقدرين انه هم هنا ليه، وبالتالي ما بقارنوا روحهم بزول، يعني ما بشوفوا انه ده عنده واحنا ما عندنا، هم عارفين هم هنا ليه، هم ما هنا عشان هم زي دين، هم هنا عشان ده وضعهم كده، وبالتالي هم عاشوا متصالحين مع واقعهم ومتصالحين مع الفاكت انه هم ممكن يعملوا اصحاب محل ما يمشوا، وانه هم ممكن يوصلوا مع الاصحاب ديل محل ما يتنقلوا، طالما بقى في واسطه في فيسبوك وفي الحاجات الكثيره الجديده اللي انا ما بعرفها، سناب شات وما عارفه انستغرام وشنو شنو الحياه اللي هم بيتواصلوا بيها دي، بارتي تايم ولا شنو، عندهم حاجات لذيذه كده. فهم ماشيين مواصلين في اصحابهم ديل بالسنين، يعني في ناس انا بعتبرهم الاصحاب زي اولاد البيت، اصحابهم من جنسيات مختلفه، لكن ديل ناس قاموا معانا. كانت الحاجه الجميله جدا البنك الافريقي للتنميه، ثاني ارجع لها، انه انت من حقك انت كسكرتيره وانت كفايس بريزيدنت اوف الانستتيوشن انه يدفع لكم نفس القروش، فاولادكم بيكونوا اصحاب وبيكونوا مع بعض في نفس الفصل. فدي حاجه ذاتها يعني ما بتتوصف، يعني شعور انك انت ما مهم انت الليفل بتاعك شنو، لكن انت عندك نفس الحق زيك زي اي زول ثاني يعلم اولادك بنفس التعليم. ف جينا مصر كانت برضو بنفس الطريقة، المدرسة فيها برضو ناس غنيانين جدا وفيها شنو وفيها إحنا، فواصلنا إحنا زي ما إحنا، وهم واصلوا إنهم فاهمين الاختلاف حقهم. الحاجة الثانية كانت مهمة جدا إنه أنا يعني أنا وأشرف الحاجة خدناها في الأولاد دي، إنه هم
يعرفوا انه الحياه ما سهله. كويس، يعني انا لما امر بمواقف صعبه في الشغل انا بتكلم معاهم يمكن اكثر من اشرف، بحكي انه انا مر بوقت صعب، انا اصطدمت في الزول الفلاني، انا الزول ده تصرف التصرف ده انا ما فاهمه، وانا الحاجه دي مضايقاني، انا ام كوشنينج ماي سيلف. كنت بقول الحاجات دي كلها عليهم وبخط قدامهم كل السيناريوز انه اوكي الحته دي لو ما نفعت معانا هنمشي منها، هنعمل كده هنعمل كده. فاشركتهم في الحاجه اللي احنا عايشينها دي، وعرفوا انه الحياه فيها ابس اند داونز، فيها كويس وفيها كعب، فيها وقت الزول بيحزن فيه ووقت بيكون مبسوط فيه. الحاجه دي ساعدتهم، يعني هسي احنا بنتكلم اكبر واحد فيهم في سنه ثانيه في الجامعه، ما بيقرا ما فاهم معانا هنا، بيقرا في 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 بلد برا. كويس، هو برا هناك عرف انه الكلام اللي هو مر به في الحياه معانا ده جهزه لانه هو لما يمشي هناك يقدر يعيش الحياه دي. يعني قام قال لي انا مبسوط انه انت وريتينا انه الحياه دي عامله كده، فانا ما اتخلحت بيها لما طلعت. فدي يعني دي من الحاجات الاساسيه، انه الزول يعني يواصل حاجاته بمفهوم معين مع الاولاد ديسبايت اوف انه الزول قاعد يغير من مكان للتاني. الحاجه الثانيه برضو قبل بخصوص الاولاد، في انه التعليم بتاع التربيه الاسلاميه، لما مشينا تونس وساحل العاج ما كان في تربيه اسلاميه، كان في عربي لكن ما كان في تربيه اسلاميه، فكنا بنجيب زول في البيت عشان يعلمهم قران وعبادات وكده. لما مشينا ساحل العاج ما كان في اي زول، فكان زوجي هو اللي بيقرا لهم القران، بيعملوا بيقول عندنا خلوه في يوم الاحد انه بتسمع الناس بيقروا قران وبيرددوا فيه وكده. فحاولنا بقدر الممكن، طبعا زي ما قلت في نيجاتيف سايد ان انت زي كده انت بتكون داير ومتعلم الحاجات دي لكن ما متوفره لك بنفس المستوى، او انه يعني نفسك انه يكون عندهم اصحاب في السودان عشان يقدروا لما يجي السودان يمشي لهم. بس هم علاقتهم في السودان باولاد خالاتهم واولاد خيالانهم واولاد عمتهم وكده، الناس اللي هم في الفاميلي يعني، لكن ما بالناس ما عندهم اصحاب يعني. لكن يعني متعاين للموضوع انه اولاد خالاتهم واولاد خيلانهم واولاد عماتهم هم اصحابهم، ديل هم اللي حيكونوا معامله قدام يعني. فانا بحاول انه اعاين للموضوع بانه ما ممكن تلقى كل حاجه، لازم يكون في جانب ما هو الجانب اللي انت دايره. ده بالنسبه للمراحل دي. نجيف هنا ولا ندخل في البنك الاسلامي؟ جميل جدا. يعني تخيل لي بعد ده عشان ما كمان الوقت يسرقنا، لانه البنك التنميه الاسلامي ده عندنا فيه كم مداخله. فالنقله من يلا بعد ذاك مشيتي البنك التنميه الاسلامي. يس، بنك التنميه الاسلامي جيت فيه كمديره شعبه المراه والشباب، اللي هي دي حاجه انا قعدت 10 سنين بقدم لوظائف مختلفه في البنك الاسلامي وما شاروني ولا مره. كويس، يعني قدمت لحد اخر مره دي لما جيت اقدم زوجي قال لي يا زول لو لقوا اسمك هنا ثاني حيقول الزوله دي احنا ثاني نعمل لها بلاك ليست، ما تجي اي ابلكيشن، لانه كنت كل مره بجرب وكل مره ما بنادوني. المره دي نادوني في وقت انا كنت فيه خلاص اتضايقت من شغلي في يوم المهم، وعايزه اخلي الشغل. ولما قررت القرار ده كان في يعني لقيت برضو الدعم اللي انا محتاجاه من الاسره حقتي ومن الـ 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 الزوجة اللي هو وراء كله امرأة عظيمة. فجاء الموضوع البنك الإسلامي وجيت وعملت الانترفيو، وكان انترفيو مختلف تماما، يعني المراحل المختلفة الانترفيو اللي أنا عملتها ده كان أصعب انترفيو على الإطلاق، لأنه كان فيه different types of interviews. كان فيه أول حاجة written interview، if you pass بتمشي المرحلة اللي بعدها اللي هي psychometric test. كويس، اللي هو بيجيبوا لك انه بيهيفير الحاجات وهوجن تيست وما بعرف شنو، تقعد ساعتين. اول مره كنت اعمله اشتغلت تعمله، اذا انت نجحت فيه حتى بنادوك اليوم اللي بعده اعمل لك التكنيكال انترفيو والسلكشن. ولما جيت يعني انا اي واز ريلي جريلد، يعني انا قعدت 3 ساعات في انترفيو ما حصلت علي فيه 7 انفار، كل زول بيسالك كل الاسئله ممكن تساليها. في الاخر كان في اسئله حول انه انت طيب انت حتتنقلي هنا تجي هنا، ولاحظنا في حياتك انك انت عشتي في دول مختلفه، انت حتجي هنا ده حتعيشي براك، زوجك حيجي معاك، الاقامه طبعا بالنسبه لي انا كانت بريك ثرو انه انا جيت باقامه لي انا، ودي ما كانت حاجه بتحصل في البنك الاسلامي وبتحصل في السعوديه للناس للسيدات في غير المجالات المتعارف عليها اللي هي انك مدرسه او انك طبيبه. كويس، المهم فجيت وبديت الشغل حقي، و
وكان انفايرمنت كومبليتلي مختلف، يعني بلد مختلفه بكل يعني تفاصيلها زي ما انتم عارفينها، و يعني مجتمع مختلف يعني كومبليتلي مجتمع ذكوري في البنك الاسلامي. لكن زي ما حكيت لكم في برادر سيستر ديفت كانت دي بس البدايه، بعدها كانت فيها كل الحاجات المختلفه، انه انا بادي فروم سكراتش ما في اي حاجه، لكن لانه انا اشتغلت في كل الجهات اللي قبل كده فكان ايزي انه يعني تمشي تواصل حاجاتك. وزي ما قلت يعني الخبرات اللي انت بتاخدها من الاول بتيجي تقدر تمشي بيها لقدام وبتساعدك انك تنميها ويمو فورورد. فالخبرات في شغل الجندر اللي عملتها خلال السنين اللي فاتت لما جيت هنا كانت ايزي في سنه، اوكي عارفه انه لازم يعملوا سياسه بتاعت تمكين المراه، عملنا السياسه لازم نعمل اللي هو احنا جايين كليت كامرز متاخرين، لكن قدرنا نمشي بسرعه ما شاء الله في الثلاث سنين اللي فاتت دي، انه بقى البنك عنده سياسه بتاعت تمكين المراه، بقى عنده بقول على شنو جايد لاينز وحاجات انه كيف تعمل الكلام عن المين ستريمينج اللي هي ادماج النوع في التيار الرئيسي للتنميه. بقينا عملت ريسورس موبيلايزيشن، جبت منح لليمن وبوركينا فاسو 32 مليون دولار 32 مليون دولار ايوه. ف وثاني هسه في واحده ثانيه منحه ثانيه ل سبسحان افريكا 11 مليون. المهم الحاجات مشت يعني الحمد لله وما شاء الله، لكن بشنو؟ بانه لازم تكون انت يعني كونسيستنت ومثابر وما بتقبل نو وبتحاول ولما تواجهك يعني انا واجهتني انه زول بيحاول انه يفتكر انه ده نسوان ساكت ولا انه يعني ما يتفي حاجتك. لكن واصلت برضو بانه انا بين بروفيشنال، ده ما عنده علاقه بين وومن يعني ولا رايتنج، دي ما بتفرق، المهم انه انت بروفيشنال بتعمل شغلك مظبوط صح. ومشت الحكايه، كنت محمله نفسي مسؤوليه انه انا بمثل النسوان كلهم، وانا ما عندي دخل بالنسوان كلهم، المفروض امثل نفسي بس، لكن كنت حاسه انه وجودي هنا المفروض انه انا اكون صوت للنسوان الثانيين، وانه اسعى لانه يكونوا في ثاني سيدات تدخلوا البنك وهكذا. ونجحت القصه، يعني نجحت هسي دي انا بعدي جو 7 سيدات كويس. فدي برضو كانت حاجه ما سهله انه زول تبوش فور ذات، وانه في نفس الوقت السيدات الموجودات في البنك انك تحاول تبقى ليهم انت منتور. منتور دي اسمها شنو بالانجليزي بالعربي، اللي هي يعني مشرف او تساعدهم في ان هم ذاتهم ينموا نفسهم، والحاجات اللي انا بقول فيها دي تساعدهم ان هم ما تكوشن ذم سيلز، ما انه يترددوا، ما انه يحسوا بنفسهم اقل. الحاجات دي جيت شغاله فيها مع زميلاتي معاي هناك عشان ان هم ذاتهم يبقوا يعني مثال لحاجه ثانيه. بعد ما كملت ال4 سنين دي او ال3 سنين دي في المجال ده، لما ظهرت الوظيفة الحسي أنا مشيت لها اللي هي لها 2 شهرين، اللي هي أول مدير إقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في القاهرة تكون سيدة كويس. اللي هي بالنسبة لي كانت اعتراف بأنه البنك نفسه اللي هو كان ما بيجيب سيدات عشان يشتغلوا بقى ممكن يدي ثقة لسيدة إنها تبقى هي الممثل بتاع مجموعة البنك، اللي هي مجموعة البنك مش البنك نفسه لوحده، البنك ومعه 3 يعني انتيتيز تانية. فدي الحته اللي انا هسي وقفت فيها ويا دوب بديت يعني حاجه جديده لها 3 شهور مما انا بديت الشغل ده، واللي هو اي بوش ماي سيلف اجين واي تشالنج ماي سيلف اجين، انه انا يعني طلعت نفسي من المجال اللي انا اللي هو الكومفورت زون بتاعي كان ممكن اواصل فيه واكون ستيل بعمل في حاجات انا عارفه انه ممكن اعملها وبسهوله، لانه امشي لحته جديده اللي هي فيها تمثيل لمجموعه البنك في الدول الاعضاء اللي انا مغطيه اللي هي 7 دول، وانه توليد التيمز انه تكون مجموعه من الناس الشغالين في البلدان دي، وانك تعمل علاقات مع ديفلوبمنت بارتنرز، وانه تعمل الحاجات دي كلها يعني تجربه جديده ومجال جديد حتعلم فيه يعني. لكن كان بالنسبه لي انه الكونتينوس ليرنينج الحاجه هي المهمه. انا حاسكت عشان الاسئله حقت الناس اجاوبها تمام جدا. يعني دي حاجه يعني حاجه يعني دي اول يعني اول امراه تكون يعني ريجونال مانجر لبنك التنمية الإسلامي، وبكل الفخر إنها سودانية، وإنها هي السيدة مي علي بابكر اللي هي بتفتخر جدا بجدة بابكر، عشان كده قالت لي خدته في الماء. وطيب أنا بس قبل ما طبعا يا جماعة بعد ده الأزيلة، يعني لو أي زول عنده مداخلة معانا في الزوم يرفع يده
ولو اي زول عنده سؤال في الـ في الـ في الفيسبوك في اللايف اكتب لنا السؤال وانا بحوله للاستاذه. طيب المنح للطلاب. ايوه البنك الاسلامي للتنميه بيعمل منح سنويه للطلاب للاندر جراديويت وللبوست جراديويت، يعني الناس اللي عايزين يخشوا الجامعه يا دوبهم، والناس اللي عايزين يعملوا ماجستير وعايزين يعملوا دكتوره. كويس البنك عنده بقول عليها شنو جامعات معينه هو بيشتغل معاها، يعني عنده معاها بارتنرشيب، فهي بيقرا فيها في مدام كويس، وبيطلبوا من الزول انه هو يعني بيقدم ده. انا بس انا ما عندي كل الشروط، لكن الويب سايت فيه الشروط، وممكن اديك يا ياسين يعني او ارسله حتى في الـ في الـ في الفيسبوك للجروب. انا قبل كده رسلت الاعلان، لكن ممكن هسه ارسله ثاني. ففيه الكونتاكت بيرسون، يعني انه انت بتلقى الفورم وبتملاه، فحتى لو الزول بادي قرايته في حته كويس برضه ممكن يقدم، يعني ما بس انك انت دار تقوم تقول لهم انا دار اقرا في الحته الفلانيه ادفعوا لي القروش، في انك انت تكون بديت تقرا في حته وعايز يتم لك قروش برضه بتقدم كويس. للجامعه وللماجستير وللدكتوره، وبيدفعوا للزول حق المصاريف الجامعه وبيدفعوا له حق مصاريفه الشخصيه، يعني اتس فول سكولرشيب. وكل سنه الدول الاعضاء كلها بتستفيد منها، والسودان استفاد منها كثير سنويا، بيستفيدوا منها الناس. يعني هسه انا من قبل كم يوم رسلنا لوزاره الماليه الليست حقت الناس اللي هم حيستفيدوا من المنح، فهو شهر اثنين ده هو الشهر اللي بتنتهي فيه تقديم المنحه، فانا حرسل لكم اللينك في المبادره، وحاخد لكم الديدلاين كويس. اي فالناس تقدم، وما في زول يتردد، وما في زول يقول والله احتمال ما يشيلوني يا اخي ما بشيلوني، قدموا ما حتخسروا حاجه. دي الحاجه اللي انا قاعد اعملها في كل شيء، التقديم للوظائف بقدم وما بخسر حاجه، التقديم للدراسه في، يعني انا في حياتي قدمت لجامعات، قدمت لستانفورد مره وما شالوني، لكن قدمت اتس اوكي. ما هو الفشل ده ما مشكله، المهم انك انت ما تقيف الفشل، انك انت تواصل وتعمل حاجه ثانيه. فالبنك الاسلامي السكولرشيب دي قدموا ليها، حرسل لكم اللينك حقها والديدلاين. اي زول يكلم اي زول، انا رسلتها قبل كده في الجروب، لكن حرسلها ثاني. نعم يديك العافيه، يعني تسلم كثير. يعني ونسه عامره بعدي خامس، لانه كل مره احنا من الونسات بتاعتنا بنطلع ببعد، الليله طلعنا ببعد خامس، بدينا من ام درمان. طبعا قبل شويه لما قلت ام درمان، ناس ام درمان يعني مالوا هناك قلوب ولايكس وكذا يعني. بعد ذاك جامعه الخرطوم والاحفاد، بعد ذاك التحول من الاختصار لدراسه اللي هي الجندر، فبعد ذاك العمل اليو ام دي بي والبنك التنميه الافريقي والبنك الاسلامي للتنميه يعني، وبعد ذاك ريجونال مانجر، واول ريجونال مانجر تكون امراه وسودانيه يعني. فيعني الحاجات دي ما سهله صراحه، يعني ما يتخلي يعني. بعد اكيد انت ما حكيت لينا كل حاجه من البين او من المعاناه اللي انت عانيتيها انت واشرف واولادكم، يعني ربنا يديكم الصحه والعافيه يعني. فعشان كده احنا يعني بنقول دائما للشباب يعني الفشل، انا لغايه ده تفسيري انا، الفشل هو اول خطوه للنجاح. لا انت لو ما فشلت ما حتنجح، فانت لازم يعني تغمد تنوط، المهم يعني لازم انت تتصرف عشان انت تمشي لقدام. يعني بالذات هسه احنا في وضع يعني البلد يعني وضع يعني تقريبا يعني شبه منهار، يعني بكل صدق يعني. فالوضع الشبه منهار ده يعني حينهار تمام، لكن احنا دورنا شنو؟ هل نحن انه والله حنقعد انه والله يا جماعه خلاص انه البلد حتنهار، ونقعد في الجروبات بتاعت الواتساب الدولار وصل كده الناس وصل كده؟ طيب وات نيكست، الخطوه الجايه شنو؟ تمام. انا شخصيا بطبيعي زول متفائل جدا تمام، دي ما هي نهايه الحياه، لكن يعني الناس لازم تكون عندها ريزيلينس، يعني الكلام اللي بيتكلم عنه استاذ زماني، الصمود والامباورمنت بتاع المراه وبتاع الشباب، دي نحن الاسئله محتاجين له في الوقت ده تمام. الدكتور انور انت معانا في عندك حاجه داير، لانك انت ما حتقدر ترفع يدك لانك كو هوست، لو عندك مداخله تفضل يا دكتور انور. ريم انتوا لانه كو هوست انا ما بقدر يعني ما عندكم الخاصيه بتاع ترفع يدكم، لو عندكم مداخله افتحوا المايك وطوال يعني. طبعا واحد اسمه لما الطاهر بتقول لك نحن فخورين بيك جدا يا استاذه مي، واحمد داوود بيقول لك تسلمي يا استاذه مي بجد فخورين بيك.
طيب عنده سؤال بيقول لك هل البنوك، معلش بس عشان اقرا لك السؤال، هل البنوك تمول المشاريع الغير ربحيه؟ ده يعني في السودان يعني. كويس، في البنك، البنوك بتكلم لك على البنك الاسلامي بالتحديد، فيه جانب بتاع جرانتس اللي هي منح للمنظمات الغير حكوميه الان جي اوز، كويس، لللوكال ان جي اوز وللانترناشونال ان جي اوز، كويس. فالبنك عنده منح بتصل لغايه 150 الف دولار للمنظمات غير الحكوميه، وديل اللي هم يكونوا عندهم شروط معينه، انهم ليهم 3 سنين موجودين شغالين، عندهم اوديت ريبورت، عندهم كده قبل كده مولتهم جهات ثانيه، فبيطلبوا من الزول انهم تكون ان جي او ريجسترد مسجله، عندها لها 3 سنين، عندها اوديت ريبورت فاينانشال وكده، وريبورت عن شغل هم عملوه في اي مجال بتاع تنميه، يعني زي ما قلت لك زراعه، صناعه، تنميه مراه، تنميه شباب، المهم انك انت تكون يعني ان جي او مسجله وتقدم لها، تقدم للبنك الاسلامي، بيقوم هم بيشوفوا الكونسبت نوت حقتك لو هي بتتماشى معاهم وكده، بيمشوا للخطوه اللي بعدها ان هم يعملوا معاك المشروع ويعملوا له يعني ريفيو ابروفال جوا البنك، بعدين بتبدوا القروش على اقساط حسب ما انت بتشتغل، تشتغل وترجع تشتغل وتوريهم انه انت عملت البروجريس وكده، وهم بعد ذلك بيقوموا يدوك الانستولمنت الثاني. لكن ده ممكن يعني المشاريع الغير ربحيه ممكن. هنا شفت ليه سؤال بيتكلم عن دور البنوك التنمويه في دعم حركه الشركات الصغيره والمصانع الناشئه، كويس. مجموعه البنك الاسلامي للتنميه دي زي ما انا اتكلمت فيها جانب انتيتي، المؤسسه اسمها اي سي دي، اشوف لك اسمها بالعربي، لكن المهم مسؤوله من تنميه القطاع الخاص. تنميه القطاع الخاص بتشتغل مع الشركات الصغيره والمنشات الصغيره. جوه البنك الاسلامي نفسه في ديبارتمنت اسمها ايكونوميك امباورمنت، التمكين الاقتصادي، دي برضه بتشتغل في انها تساعد الشركات الصغيره والمتناهيه الصغر في مجالات مختلفه. فأي البنوك بتشتغل معاهم، حتى البنك الأفريقي، حتى البنك الدولي بيشتغل مع الشركات الصغيرة والناشئة. طيب أنا بس عندي سؤال هنا ملحق للحتة دي بتاعت الدعم للمنظمات غير الربحية أو غير الحكومية. الحالة مثلا بتاعت السودانيز ريسيرشز دي نفسها، إحنا مسجلين كشركة غير ربحية بالضمان، وده التسجيل ده عامل زي التسجيل برضو بتاع كثير من الان جي اوز شغالة في مجالاتنا دي في أوروبا وكده. فسؤالي هل الكلام ده بينطبق عليه؟ ثم ثانيا مسجلين في السودان في وزارة العدل، اي نعم، هل بتدعموا مشاريع زي مشاريع مؤسسة الباحثين السوداني؟ عندنا مجلة علمية والى اخره، هل برضو بتكون فيها؟ لا لكن لو هي شغالين، لو لازم يكونوا مسجلين في هاك اللي هي حقة الهيومانيتيريان افيرس كوميشن، حاجة ايوه نعم، منظمات الانسانيه، نعم ايوه لازم تكونوا مسجلين هناك، ما ينفع يكونوا مسجلين في جهه ثانيه. لكن هي اغلبيه السبورت بيكون للعمل التنموي، يعني مشروعات فيها بتاعت مياه، بتاعت زراعه، بتاعت كده، يعني شغل مع الكوميونتي. لكن يعني خلينا وي تيك ات اوف لاين، نشوف اذا في اذر، يعني خلي في حاجه ثانيه ممكن تدعمي. تمام جدا، يديك العافيه. شكرا استاذ محمد عبد اللطيف، يعني شكرا لك كثير على المداخله، وشكرا على الشعور الطيب يعني. وسامي برضو شكرا لك كثير. لو في اي سؤال يا جماعه، اي مداخله قبل، لانه ما دارين نقعد ما اكثر من كده، يعني ساعتين دي قاعده في الزوم ده ما سهله. اشرف تفضل. تفضل استاذ اشرف، اعمل ميوت. ايوه طيب، كده سامعني؟ كده سامعينك تمام. نعم تفضل. انا والله حقيقه ما كنت عاوز اعمل مداخله، لانه انا طبعا شهادتي في مرحله بعد الشهاده المجروحه. لكن برضو للاستفاده العامه، بيقولوا من تواضع لله رفعه. نعم. و من أكثر الناس تواضعاً اللي أنا لقيتهم على مر الحياة هي مي علي. دائماً بتنظر لروحها باعتبارها هي من أقل الناس مقاماً في أي محلة هي بتمشيها. ده يمكن طرح لها زي ما بيقولوا البركة في كل خطواتها. الحاجة الثانية اللي هي اللي عندها
العزيمة، عزيمة ما شبهها في كل المناحي. يعني جبال منع اللي تكلمت عن إنه تربية الأطفال، ما يعلي دي ربت أولادها كأنما هي ربة منزل قاعدة ما عندها حاجة غيرهم. كانت حريصة جدا على علاقتهم هم بحبوباتهم، سواء كان أمها ولا أمي أنا، مع بعد المسافة ومع الوقت ده ما كان في موبايلات ذاته، يعني أو الاتصال ذاته ما كان سهل، لكن كانت بيكون حريصة جدا إنها هي الصباح تطلع وتسوق محمد، بيكون كان عمره سنة ونص كده أو من عمره 6 شهور كان بتسوقه، بتركب من بحر الصافية بتجيبه في مدينة النيل أم درمان، بتخليه مع أمي في البيت وتطلع تمشي الأحفاد تشتغل شغلها وتجي راجعة الرحلة دي بالعكس وقوم ترجع تاني الصافية. أنا ما بفتكر إنه يعني في ناس هسي يعني في الزمن ده بيقدر يعملوا الحاجة دي لزمن طويل، كانت بتعمل في الحاجة دي ولغاية الليلة اللحظة اللي أنا بتكلم فيها معاك دي، ميدي ماسكة بيتها، ما في زول زي ما بقولوا قاعد يدخل المطبخ حق ما يعلي. نحن على مر السنين دي كلها قاعدين ناكل من يدينا هي ما من حتة تانية، مع كل المشغوليات ومع كل التفاصيل ومع كل الضغط بتاع العمل، هي بعزيمتها قادرة إنها هي توجد الوزن في الحتة دي وتقدر تمشي بالسفينة دي لبر الأمن. فالناس تعاين للحاجة وتستفيد منها وتمشي بها لقدام إن شاء الله. موفقين كلكم وإن شاء الله من نجاح إلى آخر، كتر خيركم. شكرا جزيلا، يعني دي شهادة يعني كلنا والله نحتز بها جدا يعني، وده أنا برسل التحية لكل المرأة السودانية، المرأة السودانية العاملة اللي بتدرس وبتربي في أولاده، ويعني بالذات في السودان يعني في الوضع الصعب ده يعني، وبإذن الله يعني بإذن الله بالصمود بتاعهم وبالريسيلينس بتاعهم دي إن شاء الله بيقدروا يحققوا نجاحاتهم ويحققوا طموحاتهم. في أي مداخلة يا جماعة، أي سؤال قبل ما خلاص نختم؟ طيب يا جماعة، دكتور أنور عندك حاجة قبل والله نشكر يا أخي الأستاذ مي ونشكر الأستاذ أشرف، يعني الشهادة دي والله شهادة قيمة جدا ورائعة جدا، وصراحة يعني الواحد يتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق وكل المحبة الصادقة، يعني أنت يعني مثال يحتذى به وقدوة لنا كلنا، أنا إن شاء الله بالتيك بال تطلع زيك يعني. وزي ما قلت أنت في موضوع التربية في البيت وكده وبتاع، فالواحد عازم على إنه إن شاء الله يغير العالم عبر إنه empower his own kids، يعني إن شاء الله يعني يكونوا موجودين ويمثلوا زي ما بتمثل إنتي السودان والمرأة بكل فخر يعني. أشكرك جزيلا، كتر خيرك، وشكرا دكتور ياسين. الله يديك العافية يا دكتور أنور. طبعا منال اتفضلي. منال السلام عليكم، شكرا جزيلا. سامعني؟ أنا بس دايرة أسأل مي تتكلم لنا عن المرحلة الجاية والفائدة الممكن تجنيها المرأة السودانية من وراء البنك الإسلامي للتنمية، هل في أي مشاريع خاصة بالمرأة السودانية؟ شكرا جزيلا يا منال. البنك الإسلامي للتنمية زي ما قلت يعني في موضوع المرأة ده جاء متأخر، لكن برضو الحاجات مشت بسرعة، يعني يمكن المشروعات اللي أنا تكلمت عنها والتمويل اللي قلت عليه والـ32 ده كان السودان المفروض يستفيد من جزء منه، لكن المشروع كان يتعمل في الوقت اللي كان السودان لسه فيه under sanction زي ما كنا عارفين، والحمد لله هسي طلع من كل الحتت دي، فبيبقى التمويل للسودان هسي رجع والسودان بدأ يدفع حتى الديون اللي عليه، ودي حاجة ممتازة جدا. فالمشروعات الهسي ماشية في السودان هسي دي في مشروع المفروض يتعمل على تنمية SMEs المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فده حاجة المفروض تدعمل في السنة دي، فدي حيكون جزء منها مخصص للنساء، فلأنه البنك الإسلامي بعد ما بيجي في سياسة للمرأة بيجي فيه لازم نسبة من المشروعات تمشي للنساء، ف
فدي حاجه، في حاجه كويسه. الحاجه الثانيه انه المشروعات حقت الان جي اوز اللي بنتكلم عنها دي، يعني هسه دي عندنا مشروع السنه دي حيبتدي مع بلان سودان في مناطق النزاعات في النيل الابيض، المكان بتاع الريفيوجيز اللي هناك، برضه فيه فرص عمل للنساء. فالخطوات الجايه ماشيه مور اند مور توورس انه النساء يستفيدوا من المشروعات البنك الاسلامي. الحاجه الاخيره السكولرشيب بروجرام اللي تكلمت عنه، السكولرشيب فيه نسبه 50% للبنات، يعني السكولرشيب اللي بنتكلم عليها انه الناس تقدم 50% منها محدده للبنات. فدي بعض الحاجات اللي هي البنك الاسلامي بيعملها للمراه. شكرا جزيلا. أنا عايز أقول حاجة يا ياسين قبل ما تختم، عايز اشكر لانه هي اللي اقنعتني انه انا اطلع من الـ من الـ من الكهف حقي وانه اجي اتكلم، لانه كل مره تقول لي انت تتكلمي وانا اقول لا انا ما متعوده على كده، ويمكن اشرف اتكلم حبه عن القصه دي. فشكرا جزيلا يا ريم، واتمنى انه فعلا الكلام اللي انا قلته ده يكون افاد الناس، واتمنى انه يكون يعني في دروس مستفاده للشباب والشابات اللي بيسمعوا فينا. وعايز اشكرك يا دكتور ياسين لكل يعني المحاولات المستميته برضو معي، وكثير مرد علي اوقات كنت عايز اعتذر واقول ما حاجه اتكلم، لكن شكرا جزيلا يعني لانه انت صبرت معي في القصه دي. وبس يعني شكرا لكل الناس اللي تكلموا، للكومنتس الجميله جدا، وللاسئله اللي اتسالت، واتمنى لكم التوفيق يعني في المبادره. الله يديك العافيه، شكرا لك، شكرا لك كثير. طبعا يعني انا صراحه يعني احنا اللي بنشكرك، لانه يعني ساعتين يعني من وقتك، يعني انا عارفك انك انت ما شاء الله زي ما يعني شهادتنا يمكن بعدتكم مشروع مجروحه زي اشرف يعني في التواضع وفي كده، لكن كونه تدينا ساعتين من وقتك وانت مشغوله وام يعني دي حاجه ما سهله يعني، وكنت مريضه يعني الحمد لله يعني ربنا شفاك والحمد لله على السلامه يعني. فيعني وبعد ذاك التواصل نعمل البوستر ورسل لي وارسل لك يعني يا جماعه في شغل في الباك جراوند. فانا بتمنى انه الناس تستفيد من الحلقات دي، لانه يعني زول ذاته كون يظبط زمنه عشان يجي في الوقت اللي احنا عايزينه، دي حاجه ما سهله يعني. فشكرا لك كثير استاذه مي. في عزيزه شايفه رافعه يدها، نديها فرصه. اعملي ام ميوت يا عزيزه وتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا جزيلا على الونس الجميلة يعني والونس الرائعة، وأنا طبعا شهادتي أكثر مجروحة، وأنا يعني أنا كنت في الرحلة دي كلها، شفت كل الحاجات الجميلة وحكينا عن الحاجات اللي كانت صعبة وكده. في نجاح تاني طبعا زي ما تفضل الأخ محمد إنه في نجاح اجتماعي، يعني ده بنتمنى إنه يكون في له، وزي ما قال يعني إنه مي وأشرف كل واحد فينا في أصحابهم بيفتكر إنه أعز واحد يعني، خصوصا مي يعني، ونفس التواضع كده. أنا سؤالي إنه دايما نحنا خصوصا الجيل حقنا يعني لما نرجع بالتفكير كذا إنه نحن درسنا حاجات يعني كان عندنا كثير، وحتى الأجيال اللي بعدنا إنه نحن كنا بندخل مثلا الجامعات أحيانا بندخل حسب نسبنا مثلا وبنمشي في المجال ده وكذا. فأنا سؤالي إنه في حاجات دايما لما نرجع بتفكيرنا يعني بنقول لو كان كذا كنا غيرنا كذا، أو هل في حاجات ما بتفتكر إنه كانت ممكن تغير في 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 كانت ممكن تساعدها أكثر، أو لو رجع بها الزمن هي ممكن تغيرها وممكن هي تديها نصائح للشباب اليوم؟ شكرا. شكرا جزيلا يا عزيزة للسؤال وللدعم يعني السنين اللي فاتت والجاي إن شاء الله. لو الزمن رجع بي تاني يمكن أنا ما عايز أغير ولا حاجة في كل حاجة عملتها يعني الحمد لله رب العالمين، كل الحاجات بالأبس أند داونز الحمد لله. لكن لأي زول كان في محلتي لما جاء موضوع الاختيار الجامعة، ودي الحاجة اللي أنا بحاول هسي يعني كنت حاولتها مع أولادي ولسه يعني بحاول، إنه الزول من بدري يحاول يوري زول يعني
يعني ديفرنت مجالات انه زول ممكن يقرا، يعني انه ممكن تقرا كده وبعدين احساس الوالد نفسه بانه ولدك ده كويس في الحاجه الفلانيه. يعني مثلا انت ممكن يكون عندك ولد، انا عندي مثلا ولد بتاع مجادلات في اي حاجه، قمت قلت له بس امسك المحاماه دي قوي، اصله ما تفش اي حاجه تانية لانه انت بتقدر تجادل وتمقي في الكلمه وحاجه حرفيه وكده، ده حاجه بتساعدك في انك انت تمشي في المجال ده، تراجع عن الكونتراكتس وشنو شنو حاجات زي دي كويس. في واحد تاني لا بيحب يحلل ويربط الحاجات مع بعض وانه زول ده جات حمى معناها بكون جات، مش هنكون دكتور لكن ممكن يشتغل في مجال زي كده. ففي جزء منها حق البيرنتس نفسهم انه ممكن يحاولوا يعني يساعدوك انك انت بالله ممكن تعمل كده او تعمل كده كده، بدك تتكلم مع فلان مثلا يعني محامي ده مثلا خليته تقابل مع اثنين محامين يتكلم معاهم يعرف انه المجال بيتعامل كيف وهكذا. في جانب انه حق الاسره ذاته انه تساعدك بانه تديك معلومات وتوريك اوبشنز مختلفه، وانه الحاجه الثانيه انه تعال نشوف مع بعض انه انت ممكن تشتغل شنو لو قريت كده مثلا. انا والله نفسي اقرا الحاجه الفلانيه، في ناس بيكون بس عايزين يقروا حاجه معينه كويس، اوكي خلينا نشوف المجال ده بيمشي يوديك لوين، ممكن تشتغل شنو. فالحوار ده كان مهم، لو حصل لي كان من بدري ما كنت اتذبذبت في انه انا ماشي علمي لا خلاص حمشي اقتصاد، لا الاقتصاد ذاته بيؤدي لشنو، لا ده ما عملته. وده لو كان عمل كان ممكن من الاول اكون عارفه انه انا ماشي على وين، لكن كل الحاجات الثانيه المراحل الثانيه زي ما هي حصلت كده دي انا بفتكر انها شكلتني بقتني زول اللي انا فيه والليله. فسعيده بقى كل الحاجات اللي حصلت، وزي ما قلت لو ما كنت يعني عملت القرار حق جيت السودان والجامعة الخرطوم ما كنت ما لا كنت لقيت عزيزة وما كنت لقيت منال وما كنت لقيت أشرف ومحمد وكل الأصحاب العزيزين علينا اللي حد يوم الليلة بيقوا أخوان وأقرب ناس. فهو قرار يعني على البيرسونال ليفل ده كان يعني أهم حاجة فيه، وأبوف أول يعني إنه بدينا قعدت مع 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 والدي ودي أهم حاجة. فدي الحاجة المهمة إنه الناس اللي داخلين على الجامعات ديل إنه لازم يحصل حوار جوا الأسرة، والأب والأم يكون برضو عندهم نظرة فحص لأولادهم ويعرفوا مميزات أولادهم عشان ما يوافقوا لهم على أي مجال هم ما حيقدروا عليه، ويوروا الزول إنه أنت بعد ما فهمناك كل شيء وريناك كل الحياة المختلفة دي إذا أنت أصرت على الحاجة حقتك دي يكون ده قرارك وتتحمل مسؤوليته وتاكل نارك، تاخذ قرارك وتاكل نارك. طبعا بالمناسبه نحن يعني زمان كان صح، زمان كان المعلومات ذاتها ما متوفره وصعب جدا انت تلقى لك يعني غدوه تناقشها، لكن نحن هسه الحمد لله رب العالمين اهو بنجيب ناس خبراء زي استاذه مي عندنا في مبادره الباحثين، يعني في يعني حلقات وفي يعني محاضرات عن انك انت كيف تختار المجال بتاعك يعني. فده حته بتاعت كونسلتيشن مهمه جدا جدا يعني، قبل ما طبعا الاسره مهمه جدا، الناس الخبراء في المجال مهمه جدا، وبعدين تختار الحاجه انت تختارها عن قناعه يعني زي ما قالت استاذه مي خلاص انت بعدها تاكل نارك يعني. يديكم العافيه كثير يا جماعه، انا والله سعيد جدا بالونسه يعني ساعتين وربع يعني كانت حاجه روعه، واشكر كثير استاذه مي علي بابكر ونشكر الاستاذ اشرف يعني على حضورنا الجميل والحضور المتميز، وبتمنى والله يعني من كل قلبي انه الناس تستفيد من الحاجات دي، لانه يعني الناس دي اللي بيجوا بيدوك العصاره بتاع جهدهم يعني، بدل انت تمشي تشتري لك كتاب او تمشي تفتش اهو جوا ادوك الحاجات دي في ساعتين يعني، وعندك اللايف موجود وحنحتفظ به في اليوتيوب وفي الفيسبوك، فما عليكم الا المحاوله يعني. يديكم العافيه، شكرا لكم كلكم الناس اللي معانا في الزوم والمشاركات الجميله، ونشكر طبعا ريم لانه هي اللي عرفتنا باستاذه مي، وشكرا لكم جميعا، ونتمنى لكم يعني امسيه جميله يا جماعه. السلام عليكم.